انتوا هتفضحوني يا اغبياء. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسين يا عم؟ الزفت على دماغك ده يا هدرس ده. اوعى توماس يا انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا اهبل اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على الشعب بالله. نظبط ساعتنا ساعه الصفر 3 AM. لعبه افلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم لحظة عمر. ايه؟ 48 ساعة في اسرائيل. طب ضيي. طب عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ ما هي الساعة ظبطها من اساس. ايه يا جماعة ده؟ احنا بنلعب واختي بتموت جوه يا جوني. خلاص. اشلي بتموت. خلاص توماس. اشلي. يا حبيبتي يا اشلي. يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس. عايشة ولا ميتة؟ اوف لاين ولا اون لاين؟ اشلي. يا حبيبتي يا اشلي. اشلي. يا جماعة في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها. ايه؟ هنعمل ايه في السور الهيوج ده؟ لا انا جات لي فكره دي برضو مهما كان اختي. عايز اروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف. لا يا جوني انت مش فاهم. تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصه يتعمل كده. اجرب انا اجرب اجرب. ايوه احنا في مولد هنا. اقعد هنا مش ناقصه متخلفين وهبل. دو جوني استعدنا على الشقه بالله. هنطاكيه. Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف. أنا خايف. ما تخافش, ما تخافش. Trust me. يعني إيه؟ يعني ثق فيا. بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني. روح أنت وسيبني. ما أقدرش يا هدرس, ما أقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا. بص في عينيا. 1, 2, 3. الحمد لله. اوه ماي جاد هدرس ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا 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 ده قدري. انا هستنى هنا كمل لوحدك انت المشوار. وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني. بص لي في عيني. انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي. انت قلود قوي. مش ممكن دي شافوه. استناني هنا وانا هطلع فوق. لو حسيت باي خطر يا هدرس. او ماي جاد. الو. او ماي جاد. او ماي جاد. ايه اللي حصل؟ في صوت رزق وضرب. انا مش مطمن كده. جوني بيموت. جوني بيموت. جوني
خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد أنا كنت جاي عشان أخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت، ده أنت وجعتك مربربة يا ولد أبوي. أوعى تتهور، أوعى تتهور، أنت مش عارف أنا ممكن أعمل إيه. هتعمل وأنت لساتك هتعمل. ما أنت عملت يا سنيور وأنت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد سمع عليك. ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ Are you crazy؟ انت هتذبحني؟ هذبحك؟ ده انا هذبحك وانفخك واصلخك حي واقطعك قطيع واحبيك في سكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان، مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه يا حظابط؟ انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه. ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري. كذاب، ما صدقوش حضره الضابط، حتى اسال جوني. ايوه دول كانوا خاطفيني از رهينه. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا اخويا الكبير عمره ما يكذب ابدا. ده كان فيلم كنا عاملينه انا وهو على توماس واشلي عشان يعيشوا جو الاكشن. افهم من كده بقى ان مفيش مشاكل وان انتم متفقين؟ طبعا متفقين. ولا ايه يا كوكي؟ اكده يا جوني. اكده يا حضره العمده. خير يا ست الناس. صباح النور. الفطور جاهز. ايه ده فين الفطيره؟ الفطيره هتاجي من الفرن عشان تبقى مهوجه. طب يا رب تاجي قوام، الكبير هيندل دلوك. اها صباح الخير يا كبير. وطي صوتك يا هاتيري، ما بقيناش لحالنا، بقي لنا الجيري وجيري ما تصرش كمان بقى كده. يا توماس هو ده رد الجميل؟ ده انت طلعت شاب جدي، مش كان زمانك مرمي دلوقتي في القسم مع الاوتيل والحراميين؟ والله يا فزاع شكلي اديك بالفرزلي. طيب انا عملت ايه طه؟ يا عم تير تير تليفون واحد لل 911 هينفخوك في سنتي. بقول لك ايه يا فزاع؟ امن جنابك اخبط راسك فضخ الحيطه. ولا طي انت قلت حاجه يا كبير، ما انا خشمي مسوجر. ها بس منك ليه، بلاش لعب العيال الصغيرين ده. انت هتعلي حسك عليا يا مجنون انت؟ لا يا كبير لا، ده اللي بكلم الغفر اللي بره المتنحين دول. امشي اطلع بره يا هتير. هتطردني من الجنه، انا رايح للناس الطيبين دول. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه هدرس عملت ايه مع الناس بتوع المسرح؟ طب جريت، روح دلوقتي بقى على المطبعه عشان تجيب بوسترز. اوكي باي. وندرفول. طيب المغنيه جايه امتى؟ بعد بكره. فرصه ريه ومرسح ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا بيه. افهمك يا انكل جابو، احنا عاملين الحفله دي بمناسبه ان جوني بقى النيو عمده، واخترنا نيكول سابا عشان تيجي تغني فيها. بس نيكول سابا؟ نيكول سابا انت تعرفها؟ ومين في مصر ما يعرفش نيكول سابا؟ شفت يا جوني، مش قلت لك هنا بيحبوها جامد؟ بس برضو اي ثينك لو كنا جبنا يعني إلتون جون كان عمل شغل هنا دماغهم كده. طب والست نيكول يعني لما تيجي هتبيت فين؟ هصادفها عندي هنا طبعا 3 ايام قبل الحفله. لا ده عنديها هناك. المسخره دي ما تعتبش الدوار الكبير قوي واصل. حسب ده نصي اوعى تعديه. وحيات اغلى حاجه عندك يا كبير، ده نكون سبا دي عسله قوي. لا يعني لا، مش من حقك يا كبير، انا العمده دلوقتي ودي املاكي يعني ما يخصكش. لا يخصني، والكبير قوي لو كان عايز كان طربقها فوق دماغك. بقول لجنابك ايه، ما تتسرعش يا كبير، بيقول هون اللي هقول لك كليه. وعي جنابك ناكل سبا دي تبقى مين؟ تبقى مين؟ عارف المطربه اللي جنابك بتزوم اول ما تشوفها؟ نهون فيهم اللي حتقول يشغلني بيك وهواك بعدي معاك بتاعت الفيلم عادل امام تجربه الدنماركيه انيتك وتنبرجه. باه اللي راحت مجلس الوزراء بلبس الغزير بشحمه ولحمه. اموت انا واعيد السنه. بتقولوا ايه؟ مفيش، بقول ان المسخره دي لا يمكن تدخل الدوار هنا ابدا. ورحمه ابوك يا كبير توافق. لا عشان خطري يا كبير. جزره وقطر ما جحش. Thank you.
ويلكم نيكو، نورت المزاريطة. دي قلعة الكبير قوي ماي فادر، دي صوره اللي فوق السلم هناك، دي صوره الاثنين. هنا بيسموه دوار العمودية، you know something like الوايت هاوس. اوكي نيكول، بشوفك بكره في البروفا. اوكي باي باي باي. ايوه يا جوني، بس انت يعني شكلك تو كول على العمده اللي بنشوفه في الافلام. ثانك يو سويري. استنيكول استنيكول، حلم ولعين ده يا ربي. استنيكول، انا طبعك ده وبحبك ده وبحب اعيش وما عندي ايش غيرك ده. استنيكول انا بحبك قوي، معلش انا فرحه ما سيعنيش، المزارات كلها منوره حبيبتي. ميرسي، منوره باحلى. حياه النبي، تبقي تاجي عندنا عشان نتانسوا بيكي. طب ما انا عندكم اهو، هو انتوا عندكم تاني؟ لا انا ما قصديش هنا، انا قصدي هناك. هنا النص بتاع سجوني، هناك النص بتاع الكبير قوي. يا مري تعمل ايه عندك يا بلغه؟ حقك عليا يا كبير. بلغه؟ ايه بلغه ده؟ اسمها اسمها ايه؟ لا بلغه دي حاجه بتلبس في الرجل، لايك شبشب وبقاب، يو نو. وبقاب؟ او ماي جاد، جوني ده يعني كده بيشتمها؟ بيشتمها ايه ده؟ كده بيدلعها. طريقه جديده للدلع، مش عاطله الفكره. انسي الموضوع ده، هبقى فاهمه لك بكره. المهم دلوقتي لازم تطلعي تنامي عشان بكره الصبح تصحي فريش. طيب فهمنا، بس انه هلا ما خبرتني، بدي اعرف سكادجول كله لحد نهار الحفله. اوكي. بروجرام النهارده هتاخدي راحه عشان اكيد انت تعبانه من المشوار. بكره الصبح هنروح المسرح اللي هيتعمل عليه الكونسرت عشان لو ليكي اي كومنتس تتعمل. خلاص كده كمان روجي يجي وتتفقوا كده تظبطوا الحاجات اللي انتوا عاوزينها مع بعض. اوكي. بعد كده هنعمل لايك اورينتال لانش، بعديها هنعمل تور في القريه عشان تتعرفي على. ايوه الشبكه واقعه واقعه خالص. بوه تصدق جابت هنا؟ السلام عليكم. اهلا جوني. مين هيدا الزلمه؟ هيدا الزلمه للاسف خيي. خيك؟ وليش هو منه العمده؟ شكله كتير حمش. بليز كمل. بالليل. ايوه يا حامي، يا ابو قلب جامد. ايوه. فين يا عمي؟ مش تبقى تيجي؟ احنا قاعدين وحشنا قوي 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 قوي. مشكوك كفاره. بوه الو. ايوه. كمل كمل. بالليل هنروح الساقيه. بصي المنظر من هناك هيبقى بجد اميزنج. هناك ممكن نخرج. انت فين يا جحش؟ امر جنابك، انا هنا يا كبير. لا ده كده استهبال بقى. لو سمحت يا كبير خليك في نصك. نصي؟ ده انا افلكك نصين يا هتير انت وعلقك في الذبيحه. وده لا مؤاخذه شغلتي. يا منوره ونورك ملعلط. ميرسي يا قلبي كلك ذوق. غريب بس كتير مهضوم. ده حيوان قوي 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 عن جد بعقد. يا كبير صباح الخير. صباح الكنافه بالقشطه اللي عم تنقط عصلك دي. بقول لك ايه، ما تاجي علمنا قوس؟ ده احنا هنقوس ونقوس ونقوس. شو حميش نازله؟ استنيكول استنيكول، صباح الفل يا استنيكول. بوجور، كيفي؟ الحمد لله. على فين الصبح بدري كده؟ كنت طالعه شم شويه هواء. قولي لي في شيء؟ لا انا كنت بطمن يعني تكوني عايزه حاجه كده ولا كده. لا مرتي حبيبتي، بس عوز شي رح لك. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. اسالي. ايه احساسك وانت واقفه قدام الاستاذ عادل امام؟ كان بيشبه احساسك انت واقفه قدامي هلا. طب سؤال صغير كمان قول. هو شعرك اصفر كده طبيعي ولا انت حاطه له حاجه؟ هي سر المهنة. طب معلش أصلا زي ما انت شايفة كده أنا شعري مجعد ونفسي أسبسه زيك كده، بتعمليه كيف؟ حبكت هلأ هدية بعدين بقلك. بعدين ماشي.
بونجورك يا كبير. اهلا 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 اهلا. كيفك اليوم؟ منيح. قولي لي، عرفتي تنعسي ولا الناموس يعملها معاكي؟ لا ما تخاف، عملت حسابي. ليك قلي، انت هيك معود طوعك اليوم تضرب نار؟ امال لما يكون بالي رايق اضرب لي قد 600 700 عيار قداح على خيار الريق. دخيلها ضمتك انا. طب ليك في جريب؟ فيكي طبعا، بس انا خايف عليكي، اصلا ثقيله قوي. لا ما تخاف علي، ولا انت بخلة؟ احنا بخلة، ده احنا اهل كرم كله، بس يعني انا خايف تعوري حد كده ولا كده ولا تعوري فداكي يا زلبي. اف لك شو تقيلة؟ ما قلت لك. شوف تذكري لمؤاخذة الدبسة في كتفك كده هيك هيك وتاخدي نفس عميق هيك هيك وتحطي سن طرف نملة الدبانة تحت أسفل منتصف الهدف. عنك أنت يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي علمك أنا، ما يعلم الحرمة اللي حرمة زيها. هاتي. بوجور. حط السلاح قده يا زلبية، وبعدين تنشني بعينيك الحلوين دول وتضرب بصباعك الطريده. هيك؟ هيك يا أختي. يوه أنا زهقت من الأكل ده. إيه ده؟ على فكرة أنا تعبت جدا عشان أعرف يور فيفر. أنا باكل من الأكل ده كل يوم، إنما أنا هنا جاية الصعيد، فنفسي آكل الأكل بتاعكو، يعني شوية فول، جبنة، فطير مشلتت. هات الفطير المشلتت يا بنت. على فكرة الأكل الصعيدي كله دسم وفاتس وبيجيب جناب. وفيها إيه؟ مش هما بياكلوا منه؟ هات الفول المدمس. انا هروح اكل معاهم. بلاش بلاش، هيحرجك وهيطردك يبقى شكلك وحش. وانت مالك يا فزاع الجحش، بتخلي الناس على راحتها يا اخي. يا دي الهم، هو انا عتبت نواحيهم واصل؟ استاذن انا. طب بليز بسرعه يعني نقنق. بقولك يا كبير، ممكن افطر معاكو؟ ده انت تأنسي وتنوري. طباب. ايه ده؟ مفتجي. شو هاي؟ مين ديش عندينا؟ وده يبقى المين مش. تاني واحد تاني واحد توقي. هم كتير حار. يعني زينة ولا عفشة؟ يعني كتير سبايسي. يعني زينة ولا عفشة؟ طيب منيحة. بالسم الهاري. تعجيني بعد خبر؟ علي. اتفضل يا حبيبتي. مرسي. اي. هو يا هدي. هو يا هدي. في حاجة دخلت جواني. اسم الله عليكي. انفخلي فيها انفخلي فيها. اسم الله عليكي، اجيب حكيم. حكيم يهدي، اوعك ده. تعالي يا حبيبتي انفخالي كاني. عم اهلك بس ها؟ على مهلك يا بنت تلبسينها عينيها. ليه قاعد لوحدك؟ قلقت وانا نايم، قلت اطلع البلكونة اضرب لي حجرية. طب بدك فل واتركك قاعد لحالك؟ قصدي يعني امشي واسيبك قاعد لوحدك؟ تمشي تمشي، ده انا ابعت اجيب عسل وبسبوسة وكنافة وزلبي. دخيلك مش قادر، ده انا من ساعة ما جيت وعمالة اكل واشرب لحد ما حسيت ان انا تخنت. تخنتي؟ تخنتي ايه؟ ده انت زي لهطة القشطة، ولسه كمان لما تدخلي اكتر واكتر. ليك يا كبير، ما قلت لي شو بتشتغل؟ عندي طين وبرعية. شو هاي؟ عندي طين. مش هتفهميها انت. طين دي يعني ارض، عم بزرع ارض واقلع فيها وتاجر في المحصول. ما دوم. طب ليك خبرني. حكيني شوي عن حالك، هيك شو بتعمل بالويك اند؟ شو كيف بتحب تقضي وقت فراغك؟ يعني ما فيش حاجة محددة يعني. بطلع برياضة؟ لا
لا الرياضه دي كانت زمان يعني، واحنا صغيرين كنا بنغرقوا كلاب في الترعه وبالليل نصيدوا عقارب، ولما كبرت شوي بقيت بلعب كونغ فو. طب ليك تسمع موسيقى؟ وفي حد يعني ما يسمعش مزيكا؟ ده غذاء الروح. دخيل روحك. انا ليك لمين بتحب تسمع؟ بسمع الست والاستاذ محمد رشدي ومايكل جاكسون لحد شريط دينجرس، والجداد دلوك الاستاذ عباس حموده ومحمد ابو لمونه وعلي جرموني وجاستن تمبرليك. طب وانا ما بتسمع لي؟ كيف يعني؟ ده انا طبعك ده واحبك ده، ومن الاخر ما فيش اطعم منك ده. الغناوه دي اثرت فيا خالص. كيف يعني اثرت فيك؟ يعني عملت في نفسيتي شرخ، وشرخ عميق. شرخ؟ انه ما فهمت يعني حبيتها ولا ما حبيتها؟ حبيتها قوي. عن جد انا انبسطت اني شفتك يا كبير. شفتيني انا؟ واحنا انبسطنا قوي 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 انك شرفتينا وشفناكي لايف. ميرسي. يا كبير هذا من الملذات، لازم نقوم دلوك. طب في اشرب من ارجيلتك؟ يا ريتني ارجيلي. عامل لك فسحه جامده جدي، هنتفرج على كل الايجيبشن بيتس، الحمامير، الفرخات، البطاط، كل الايجيبشن بيتس. يا صباح القشطه. يا صباح العسل يا كبير. اللي هذا الحنطور تبعك؟ ايوه، بس ممكن يبقى بتاعنا احنا التانيين، ما تقدري تاخدي لفه. عن جد عم تحكي؟ ايه ما ينفعش ما ينفعش، احنا عندنا حاجات هنعملها النهارده، هركبك اللي انت عايزاه يلا. لا ينفع فيها ايه؟ يلا ما بتاخر عليكم، باي. بونجور. بونجور. لايف از لايف. لي 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 بردك لايف. على فكره بقى هم 3 دقايق بالظبط، ولو ما رجعتش انا همشي. دي قله ادب. لا ريلي ريلي قله ادب. كل ده بياخدوا لفه؟ ليه بيلفوا ايه؟ طيب. بيلفوا ايه؟ معلش خلاص بقى، انا مال انا جوني؟ جوني زي ما بيقولوا هنا الغايب حجته معاه. ده كلام فاضي، انت بتقول اي كلام يعني ايه؟ يعني زي مصير الحي يتلاقى، ما اكيد هيتلاقوا، ايه اللي بتقوله ده؟ جوني انا قصدي يعني نستنى شويه. استنى، استنى. انا خلاص، رجلي خلاص. لا وانا مش قادر اصدق، انا جوني بيكهام العرب اللي اي بنت في الكون تتمنى تقول لي كلمتين وانا اللي بنفض وما بديش فيس اساسا، يتنفض لي؟ ما صح. انا يتنفض لي؟ ما ينفعش، بس يعني انا جوه. نستنى شويه. جوه. ما شفتوش الكبير يا جماعة؟ ما شفناهوش؟ شفناه من 7 ساعات برا، خد نيكول على الكاريتا لفه ومن ساعتها اختفوا. لحالهم؟ لا كان معاهم حصان أبيض. واضح إنهم ارتاحوا لبعض قوي. رحلة ما تنفخهم. علشان إحنا مع بعضينا والأول. يا حلاوتكم! ما لسه بدري يا كبير! داير تتصرمح لي أنت والسنيورة لنصاص الليالي؟ لمي نفسك يا هدية! أنت نسيتي نفسك ولا إيه؟ أيوه نسيت نفسي! ما هو لما تاجي العيوقة دي وتلف عليك عشان تخطفك مني يبقى لازم انسى نفسي. جرايه هدية في ايه؟ ما تهدي شوية. اقفلي خشمي. بقول لك ايه؟ بس مع وشك كنت الحديد جزر عقطة ما هدعش. الكاوبوي دي هتبقى مرتي. خلاص بقى هدية بطلي عياط. كمان بليز. هي دي اخرتها يتجوز عناي بعد كل اللي عملته معاه؟ هي دي اخرة خدمتي ليه؟ والله يا هدية الكبير معذور برضه. جوني هتقول ايه؟ سوري سوري. هي هدية دي كانت مخلياه عايز حاجة. انا والله مش قصدي هدية، انا قصدي التشيك التانية. قصدك ايه يا جوني؟ خلاص I'll zip my mouth. Good for you. انا خابرة انها حلوة وغندورة وتلمح عليها راجل، بس مش هي دي المشكلة. انا مشكلتي اني لسه بحبه ومستحملش اشوف حد مشاركني فيه. بجد انت سو كيوت يا هديه. ربنا يستر عرضك. بقول لك ايه، لو ما كانش فيها رزاله يعني ممكن اقعد احداكي لحد الصبح،
عشان ما ينفعش اروح دار ابوي دلوقتي في نصاص الليالي كده. Are you crazy؟ هتروحي to your dad تعملي عنده ايه اصلا؟ ممكن تفهميني؟ امال يعني اقعد هنا وشي في وشي اللي ما تتسمع شيء؟ ايوه طبعا تقعدي تقعدي وترخمي وتغتتي لحد ما تطفشيها او تزهقي كبير. لا انا ما اقعدش ابدا وليا ضره في البيت. لا يا هدية، الست الشاطره هي اللي تخلي جوزها قاعد جنبها، مش تخلي اي واحده كده تيجي تاخده من جنبها وتمشي. ماشي. هي 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 من راح راح فين؟ هرخم وغتت لحد ما طفش العقربه دي. اشلي نايس قوي اللي انت قلتي الهديه ده، انا عمري ما كنت اتصور انك ممكن تفكري بالطريقه دي. ما انا كان لازم اقول لها كده يا جماعه، ما انتوا عارفين ما بعرفش انام وحد جنبي. مساء الخير يا كبير. مساء الشيكليطه. ده انت الجلابيه هتاكل منك حته. ميرسي. تفضلي. ميرسي. تسلم يدك. كل دي يا كبير هتعجبك قوي. الكبير ما بيحبش الصدر، الكبير بيحب الورك. الورك برضك يعني حلو يعني. ما انتوا عملتوش رقاق النهارده ولا ايه؟ ما هو قدامك اهو يا كبير. لا يا كبير ما تاكلش من دي، دي كلها كوليسترول وممكن تضر بصحتك. ما هو بياكل منه طول عمره زي الحصان قدامك اهو. كل يا كبير بلا كوليسترول بلا هم. مساء الخير. مساء الربراب على نفوخك. ايه اللي جابه ده؟ مساء النور يا سيجوني. نيكول جاهزه؟ الحفله خلاص قربت. حفله ايه يا حلتها؟ انت عاوز مرات اخوك تغني ولا ايه؟ يعني ايه؟ في اتفاق ماضيين كونتراكت. الكونتراكت وديحت بالله وتمسح بيه لمؤاخذه قفاك. ولا انت ايه قولك؟ اللي تشوفه يا كبير. كام داون جوني، العصبيه مش كويسه عشانك. ما تهدى بقى، خلينا نعرف نفكر كويس. هنعمل ايه؟ ما تقلقش يا معلم، الحفله هتتعامل في ميعادها. هاو كام الكبير مسيطر عليها جدي، والغريب ان انا ماشي ورا كلامه. جوني احنا ماضيين عقد، يعني في شرط جزائي ومحاكم وقضايا. بقولك ايه، انا هكلم مدير اعمالها عشان يتصرف معاها، ملناش فيه بقى. الحفله هتتعمل في ميعادها يعني هتتعمل في ميعادها. كنت عايز تدردش معايا في ايه بقى يا طبيب؟ كنت عايز اسالك انت ليه اتضايقت لما عرفت ان حنان هتشتغل معاك؟ They always seem really great because there's never. ونبقى في الصين حيث احتفل السكان في مناطق مختلفة بعيد سنوات. ايه الدلع ده؟ فشار جبتيه منين دي؟ ده احنا ما بنشوفوش غير في الموالد، هو واللذيذة. شو يعني لذيذة؟ دي حلويات صعيدية عندنا هنا، لونها برتقاني وقد قالب طوبك ده، تندقيها تلزق في سقف البق. بجيب لك منين؟ ما فهمت شيء، بسيطة. جبت لك معي فيلم كثير حلو نتفرج عليه سوا. فيلم ايه ده؟ هيدا فيلم رومانسي اسمه سويت نوفمبر، شفته قبل؟ ده بتاع سيلفستر ستالوني. لك لا شو سيلفستر، هذا اللي كيانو ريفز وشارليز ثيرون. كيانو ريفز؟ ده بتاع ماتريكس. والفيلم ده حلو على كده؟ حلو بس اخره حزين شوي. اموت في الحزن، اديني في الحزن. شكلنا مش هنقعد براحتنا في الدوار النهارده. بكره الصبح اول ما نصحى من النوم هفسحك فسيحه زينه قوي، هنطلع من اول النهار ما نعودوش الا اخره. ندخلها الشويري معنا. ايه هتقعدوا تتودودوا كده الليل كله؟ يلا اطلعوا على فوق عندنا شغل كتير. ما تدودودودش عم بظبط. يا حبيبي اهدى علينا شوي، لشو كل العصبيه؟ روجيه انت مش مقدر حجم المشكله. انا بقيت النيو عمده، ما ينفعش اول حاجه اوعد بيها اهل الكونتري بتاعتي تفكس كده.
ده غير ان احنا عملنا ساوند سيستم وعزمنا اهل البلد كلهم. شوف لي اي حل تاني غير ان الحكايه دي تفكس. شوف لي اي حل. لك خي روق روق. يعني ايه؟ يعني الصبيه ما بدها تغني يا خي، اعتبرها تعبانه مرضانه اي شيء. مرضانه ازاي؟ ما هي قاعده زي القرده قدامك اهي. خلي بالك احنا ماضيين عقد، والعقد فيه شرط جزائي، لو الحفله ما اتعملتش هتدفعوا الشرط الجزائي. شرط جزائي شو حبيبي؟ كنتراته جايبي ما في شيء. معقوله يا روزي ما شربتش حاجه لغايه دلوقتي؟ او ما اجيب لك بقى حاجه تشرب. ايه ده؟ ايه تصدق فعلا ما فيهوش شرط جزائي؟ انت هتستعبط يلا؟ انت عايز تقول انك مضيت العقد من غير ما تقراه؟ ما هو ما في شرط جزائي، الصبيه جاي تغني كومبليمون يعني من غير مصاري، وما بدها تغني. غني لك انا؟ اوفو فو 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 فو. ما حلو؟ حلو حلو، شوف لي حل في موضوع نيكول بقى. اخي حل من وين؟ شو اعمل حل؟ اقول لك شيء؟ بطلع برقص. يا عم انت ليه حاشر نفسك في الموضوع؟ انت فاكر نفسك في ستار اكاديمي هنا؟ فوق يا روجيه فوق. نيكول لو اتجوزت الجحش ده احلامك في الرقص والغنى هتطير. هتشتغل اوراداتي. اشوفك بقى في ناشونال جيوغرافيك. وان بريك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت. وان بريك ماي واه 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 واه. فين الخلقات؟ يا هديه. ايه فين الخلقات؟ في الغسيل. كل الخلقات؟ كلها في الغسيل. ليه؟ اصلي لقيت عته في الدولاب. وحتنشف ميتة العته؟ الخلقات يا كوميديا. قدامك البكره الصبح يا من يعيش. امشي نجري هاتي لي اي جلابيه ولا اي ربراب البسه. ما فيش. واه يعني عزالي تدلع الدوارك ده كيف رقاص البليه؟ خلقاتك كلها يا على الحبل يا في الغساله. وتقلبي العتة في الدولاب عن هزره خميرة عقلنا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هدية الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وهتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى، انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله. ده انا اتدرس في البلد. ده انا عندي البس غازيه وامسك صدات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم. ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابيه؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابيه تديك هيبه. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابيه؟ لا طبعا. انا هلبس فقيها عبايه صوف انجليزي معتبره. جلابيه ايه ولا عبايه ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدله وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش على كده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطري يعني. داني عشان خاطرك البس مليون. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه البجاحه ايه اللي مقعداني هنا وكده؟ شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وتلك طوالي. وان بيرك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت. وان بيرك ماي هارت سي يو لاف مي اجيت. خلاص محدش هيحترمني في الكونتري دي تاني خالص. اقول لهم ايه؟ اقول لهم عملت لكم حفله بمناسبه ان بقيت النيو عمده والمطربه حلقت لي. فعلا يا جوني منظرك بقى زباله. ريتني كنت جبت إلتون جون ولا جاي زي. خلاص بقى يا جوني اللي حصل حصل. خلينا دلوقتي نفكر هنقول ايه لاهل البلد. طب ما تيجي نصالحهم نعزمهم على مارشميلو دوناتس اي سويتس. اهل البلد مقدور عليهم، المشكله في الناس
تانيين. ناس تانيين؟ الناس اللي حوالين البلدان اللي حوالينا. يعني ايه مش فاهم؟ انت عملت ايه يا توماس؟ معلم انا ما عملتش اي حاجه، انا عزمت اهل البلد وطبعت كام تذكره كده بعتهم لاربع بلدان حوالينا. سن اوف او ماي جاد. ما جوني انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت ايش عرفني انها هتروح تتجوز الكبير وتحب وتغلغلنا الحفل. بليز ما تعملش حاجه تانية غير ما ترجع لي. اوكي جات لي بقى حاجه. شرع يا بنت يا هديه. ايه عاوزك تعملي لي فنجان قهوه زين وش تقيل ما يتشالش الا بسكينه معجون. ماشي. انا مين؟ يا لهوه بالي. هو الصوت الحلو ده الحنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غمايا يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحراميه؟ مش فاهمه. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. ايوه. أنا فين؟ أنا هنا أنا هنا. أقفشك. لا لا أقفشك كمان. ما تقدرش. هنا هنا. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. أنا ما وريش حاجة غيرك. أنا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالي قفشتك. قفشتك. القهوة يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل الاجلسيه وصلت يا كبير. عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. ام الجناب. لمين البدله دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. يا دي الهاله. هتلبس بدله؟ امال هلبس بوكسر. لا هو لسه يا ما حنشوفه كمان. امسكي هات. غرب الوش السعاده. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيوره دي مغمياك وسايقاك وراها لحد ما تكنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هديه؟ ما انت ما شايفش لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك هتسوقي فيها؟ فوقي يا هديه واسمعيني زين. عاوزه تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. ولو فتحتي خشمك حاكلك الجزمه القديمه. يا ست الناس يعني خلاص ما فيش فايدة؟ طيب راجعي نفسك. خد يا فزع الشريط ده اديه للكبير لما يصحى وروح انت على العربية وانا جاية وراك. أمر جنابك.
هدية هدية، أنت رايحة فين يا هدية؟ وإيه الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك، اشبعي بيه. عجبك قوي يا أختي؟ ده أنت لسه ما تعرفيش حاجة عن الكبير. أنت سمعتيه وهو بيشخن؟ كأنك نايمة وجنبك وبور زلط. ده أنت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلح. طب جربي كده تعملي حاجة غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك، ولا اجدعها دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك، ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. ست هدية ست الناس هملت لك الدار وسابت لك الأمانة دي. اهدى شريط يا كبير. اخطب من وش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع إلى هذه الرسالة سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فيتك للغزية تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا انت اصلا ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاما بهدي لك الاغنية دي. يعني كنت عايز اقول لك على حاجة بصراحة. انا كمان ما اتقال لك شيء. يبقى قول انت الاول، ليديز فيرست معروفة. ما بعرف شو بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما راح اعرف اتكيف على الحياة هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. أنا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. أنت مش فاهم قصدي. أنا قصدي أقول إن أنا مش هعرف أعيش في البلد هنا، وبصراحة ما أقدرش أخد راجل من مراته. وأنا كمان ما أقدرش أخد راجل من مراته. أقصد أقول ما أقدرش أسيب هدية. هي صحيح جاموسة بس بنت حلال وعشرة عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هدية ده عشان بتحبك. أنت طيبة قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي. انا لو كنت مكانها او اي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده واكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن انساهم. وانا كمان اثروا فيا قوي. كنت عايزة بس أستأذنك إن أنا أغني في الحفلة. حرام يعني الناس اللي إحنا وعدناهم. ليه؟ Do it. وادو. يلا بقى. خلي بالك على نفسك. ها؟ أوكي. نيكول. ممكن طلب صغير قد كده؟ تعالي يا هدية. خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. اكده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فتني الاول،
خلاص بقى يا هدية، ما انا قلت لك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية ما تبقيش غادي تمال، ما نتعاتب قدام الناس ولا ايه؟ ما تاجي نتعاتب فوق، ها نقفل الباب علينا في الاوضه لوحدينا ونتعاتب. ماشي اهو كده بقى انا اطمنت ان انتوا رجعتوا لبعض. يلا يا هدية خدي جوزك وطلعي فوق. انا متشكرة قوي يعني كوت وليس كده. وانا متشكر قوي يا ليكون. يلا 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 يا بقرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش يلا مش يلا نجهز الحفلة، فاضل لها 3 ساعات. مظبوط، هطلع اجهز حالا. نيكول استني، منيح انك موجودة عشان تعرفي شو عم بيصير من ورا ظهرك. خير شو في؟ انا ماشي بالسيارة لقيت الاستاذ بيبيع تذاكر واحنا عاملين الحفلة كومبليمو. انت بتسرقني؟ انت ما طلعتش اهبل، انت طلعت مخادع. لا انا اهبل. انت نمس اهبل. انت هدرس، انت تعمل كده في اي ليه؟ معلش يا جماعه سوري، الغلطه دي عندنا احنا. انا هتصرف معاك يا حيوان. انا اللي هتصرف معاه، انا راح احبسه. لا والله العظيم انا ما عملت حاجه. ده سي توماس هو اللي اداني التذاكر، وده اللي سيدوني بيسلم عليك وبيدلك بيع دول. الكلام ده حقيقي يا توماس؟ او ماي جاد، حقيقي الكلام ده؟ ايوه حقيقي. او ماي جاد، ليه؟ انت ترجع بلدك حالا؟ انا اللي هرجع بلدي وحالا. نو 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 بليز نيكول، دي اول حاجه اعملها بعد ما بقيت نيو عمده. بجد شكلي هيبقى سيس جدي. مش مشكلتي، انا وافقت اعمل الحفله دي عشان انا بحب مصر ونفسي اغني في الصعيد، انما انت ما تضحكش عليا. روجي عيوني، قول للعالم يدب اغراضه لانه هلا انا بدي اسافر. نيكول او ماي جاد، لعب العيال ده ولا ايه؟ لعلمك بقى انا عندي فكره ممكن تخلص الموضوع ده كله في مينت. جوني اشلي، حتى انت هدرس حطيت لي 4 رجاله على الباب اللي وراني. حصل يا كبير، و4 على القداماني كمان. عفارم طلع لي 2 فوق السطوح، واحد الناحية الشرقية وواحد الناحية الغربية. غير العشرة اللي فوق؟ أيوة. أمر جنابك. أمنت كل مداخل ومخارج البلد؟ حصل يا كبير. اديت لكل راجل فيهم سلاح؟ حصل يا كبير. جبت لي اسطوانة فيفا 2010؟ ملقيتش يا كبير. بوه، وأنا معرفش أتكل عليك وصل، وأني لو بعت راجل كان زمان وجابها. يمين بالله يا كبير، لفيت عليها بكل مطرح ملقيتش، لقيت نسخة مضروبة. والله ما يرضنيش جنابك تلعب بالبرشلونه من غير ديفيد فيا وسافي الونسو. عامل لي فيها فابيو كابيلو، وانت اللي حاطط التشكيل ولا ايه؟ العفو جنابك. ورايا الكبير دي نص جوني بيه 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 بيه. ورايا امر جنابك. بو قلبيه قال يا رجاله، اسمعوني زين يا رجالة، عاوزكم تلفوا المزاريطة حتة حتة، لو حد فيكم لمح القط يطخوا طوالي، ومسكوا العيال تحت 18 سنة سنج وتحت 10 سنين مطاوي. بوه القط فزاع ازرق. ابوك يا كبير. ايه يا كبير؟ ينفع ادخل عليك نصك من غير ما اقول لك دستور او واتساب؟ بلا نصك بلا نصي، انسى الابديه لحد ما نقبضوا على القط. القط؟ بوسي كات؟ الكبير بيخاف من القط؟ وفلح بس طول اليوم تقول لي يا بسكويتي؟ بس يا دي فرفور انت، بس يا رجاله امرك يا كبير. روحوا نفذوا اللي اتفقنا عليه، مش عايز خرم ابره يعدي مني حاجه، يلا. وانا يا كبير هعمل ايه عاد؟ عملك اسود ومهبب، اطلع منين دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. عمو عمو واتس جوين اون؟ ها؟ ايه الحوار؟ حمار مين؟ حمار ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ اه
علي خابر هو بيعمل كده ليه؟ هو كده كل ما يشوف خلقتي يركبه متعفريت. مش قصدي عليك، انت مش مهم دلوقتي، انا بقول لك ايه اللي بيحصل. ايه سامع بيقول قط ونط وفط؟ اصل القط طلع من لومان النهارده. لومان؟ لو واطي راجل واطي يعني؟ اللومان يا بيه السجن. سجن؟ هو انتوا بتدخلوا القطط السجن؟ لا، القط ده مش حيوان، ده بني آدم كان بطل وجه قبلي في الملاكمة وبدخل السجن. طب وده ماله مال الكبير؟ لا، ده حكاية قديمة قوي. أصل كان له تار بايت عند الكبير قوي. تار؟ يعني إيه تار؟ تار يعني ريفنج. أوبس. طب مش مفروض التار ده ينتهي بموت الكبير قوي؟ لا، ده ما بيخلص. بعد الكبير جوا ما مات، بيجي لازما على عزام القط ياخد بطاره من ولده، يعني اخوك الكبير. طب افرض مات موتت ربنا، يعني اتقلب بيه ميكروباص وراح يصيف مثلا. تفضل العجله دايره كده لحد ما يموت حد من عيلتكم على يد حد من عيلتهم. لا دي سبهلله. لا ريلي سبهلله، يعني لازم يضحي الكبير ده بقى ونخلص من الموضوع ده. طب هو معلش، هو انكل الكبير قوي كان عليه الطار ده ليه؟ دي حكاية طويلة قوي أحكيها لكم. صلوا بينا على النبي. من زمان زمان قوي قوي، في يوم أغبر ما طلعت دوش سم. يا عم جابر، وانت الحكاية اللي بتحكي دي فيها ناس بتموت وجن وعفاريت؟ لا يا ابني ما تخافش، عادي. امال حضرتك بتأفور ليه؟ ما تحكي عادي. حاضر ماشي. زمان في يوم حلو والشمس كانت طالعه دوش بوه، دي هتعمل دوش يجيلك في خمس دقائق يا قط. لو قرصت الزهر تاني ليلتك هتبقى مطيه نبطيه. انا ما بقرص يا كبير. دوش كمان براحتك. شوف الزرافه اللي هناك دي. فين؟ ومن ساعتها بيجي بناتهم طار ولازما ياخدوا حد من عنديهم. وحلف عزام ولده انه ما حد ياخد طار ابوه غيره وبيده. والمصيبه انه طلع النهارده من السجن وجه على البلد، وتوته توته فرقة الحدوتة حلوة ولا ملطوطة؟ هي من ناحية ملطوطة فهي ملطوطة على الآخر. مين الجزمة وانت مركوب اللي نايم في الوردية بتاعته ده؟ قوم في الزياد. أشرف ليه كده يا أشرف؟ دري بقول عليك الراجل الوحيد اللي فيهم، ما تعملش جنيه تاني. دري براهن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلعتيني يا ولية. ايه يا كبير مالك؟ مش على بعضك ليه؟ مستني نتيجة الثانوية العامة. اها. بوه، يعني ما خبراشي؟ لا ما خبراشي. همام ود القط طالع من السجن وجاي ياخد بتاره. طب وانت مالك؟ ملكير. هو الراجل ده طالع يقتل مين؟ مش الكبير قوي؟ اه. والكبير قوي مات، يبقى يقتل مين؟ ولده الكبير. لا ده انت بهيمه بهيمه. ليه؟ هو مش اخوك جوني اكبر منك باربع دقايق؟ صح. طب هنعرفه كيف ان هو الكبير؟ انا اقول لك. الكبير بيهني اخوه العمده جوني. الكبير خالص اكبر منه باربع دقايق بمناسبه اعياد اكتوبر. وير از ات؟ راحت فين؟ ثانك يو تومي. جوني ممكن تهدى شويه؟ انا لقيت لك حته دي فكره. سبيريت. اوكي، احنا هنسد له كل المداخل عشان ما يعرفش يخش غير من الباك دور. الكلام ده كاوتش، ده بيقول لك ضخم جدا واضخم من كينج كونج وهيعدي في اي حته. لا مش هيقدر، علشان حوالين الدوار هيكون في رجاله كبير ما عدا الباك دور اللي هتطل عليه اوضه اشلي اللي انا هكون موجود فيها. وموصي هادرس اول ما يلمحه من بعيد يرمي اي حاجه صغيره على شباك الاوضه. صح يا هادرس؟ صح. ناخد انا وانت مضربنا بتاعت البيسبول، نقف ورا الباب ونطفي النور. And اول ما يخش نديله بقى فوق وتحت وشمال ويمين وفين يوجعك. نربطه وبكده يبقى بتاعنا. ايه رايك؟ بص هي ليريكلي تمشي بس عمليا I don't think so. جوني
ما تقلقش. نضربه يمين في شمال في تحت الحزام في فين يوقعك ونكتف ونكلم 911. او ماي جاد. عشان تكمل الكولكشن انت الكبير ولد الكبير قوي. ات ديبندز. تشاهد على روحك. اي كام داون. تحب تموت كيف؟ بص هي اروش موته موته ربنا ونعم بالله. بس هنعمله ايه؟ قدر ومكتوب. طب ما ينفعش تنقلي موتها ما تكون ما بتوجعش. ما بتوجعش؟ ده انا جاي عشان اسمعك وانت بتكاكي من الوجع. اختار شنج ضرب النار. الجلد. لا لا يبقى الجلد وحدوي جملك واحده واحده بعد كده. طب ما ينفعش تحذفني من الشباك وتخلص. اتشاهد على روحك. ثانيه واحده دي مش رجوله. ما ينفعش تقتل راجل اعزل. اعزل ايه وبتاع ايه؟ انا ما فاهمش في الكلام ده. انا جاي اخد بالطار وماشي. لو في تكافؤ فرص كان زماني مسحت بيك الارض. قوليها. يعني كان ممكن اكسبك. تكسبني؟ تكسبني في ايه يا سوس؟ انت اتجنيت؟ في اي حاجه. مورتال كومبات، ستريت فايتر، باليه مائي، بوكس. بوكس؟ انت تكسبني في البوكس؟ ما انا البس طرحه واقعد في البيت. انا اكسبك وانا مغمض كمان. مغمض؟ اوفر شويه الحته دي. انا ممكن اكسبك بايديا اليمين بس، لان الشمال دي انت مش هتستحملها. وريني وريني وريني. ايه الاجواء الرخيصه دي؟ انت فاكرها سهله ولا ايه؟ مش لازم يكون في حكم وحلبه وجمهور. طب والحاجات دي هنجيبوها منين دلوق؟ وليه دلوق؟ ما نستنى اربع شهور نعمل فورم. اربع شهور؟ اتشاهد على روحك. تو دايز. يومين بس. طب ما انت ممكن تهرب. طب بالعقل كده، في عمده ممكن يسيب الكانتري بتاعته ويهرب؟ بتفكر؟ لا تلاقيك قلقان من حكايه الشمال بتاعتي دي. قلقان؟ ماشي. هم يمين والجهات كفنك معاك. الدنيا حر جدي. هو المدرب ده هيتاخر لسه كتير. انا ما فاضليش الا يومين. يا دوب اتعلم حركتين بوكسين اي حاجه. ما تقلقش زمانه جاي. انت متاكد ان الراجل ده كويس ولا هيطلع كاوتش؟ بص هدرس قال لي ان مفيش بطل في مصر في البوكس ما عداش من تحت ايده. هدرس؟ yeah. يا ابل تسمع كلام واحد ابل. جوني مفيش حل غير كده. خلينا نجرب بقى ونشوف. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ايه ده؟ ازيك يا حضرة العمده؟ اهلا وسهلا. ثانيه واحده. حمدي كاتا. طب خد نفسك يا استاذ حمدي، حضرتك جاي من الدلتا ماشي؟ دلتة ايه؟ حمدي كاتا مدرب الكاراتيه بمركز شباب المزاريطة والحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية سنة 67 تحت 18 وبصلح أجهزة كهربائية. أأمر. أأمر ايه؟ أأمر ايه؟ مش أنت اللي بعت لي مع هاجرش عشان عايزني؟ أيوه يعني هيعوزك في ايه يعني؟ ده تلاقي الراجل اللي جاي يصلح الدش. فعلا انا الهوت بيرد عندي فيه مشاكل، بيقطع ما بيلقطش على طول.
دش يا استاذ، انت بتكلم راجل حاصل على الحزام الاسود، انا جاي اعلمك كاراتيه. هو الحزام الاسود بقى جلد وبتوكا؟ احنا نهزر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ امسك، انا عايز مدرب بوكس. انا بلا فخر المدرب الوحيد بمركز شباب المزاريطة، بل المدرب الوحيد على الناحية كلها. يعني انا لبستك خلاص، انت بقيت بالنسبة لي امر واقع. انا عايز مدرب بوكس مش كاراتيه. والبوكس ايه؟ البوكس ايه والكاراتيه ايه؟ ما كله ضرب، وبعدين في النهاية هم عيلة واحدة بس منفذين على بعضيهم. انت راجل فاكس موت وانا مش مقتنع بيك زرع. يا حضرة العمدة ما تقلقش، ان شاء الله هعمل لك شغل فنادق. فنادق؟ ده الكوتش؟ ده الكوتش؟ ده الكوتش؟ ايه بقى، هنبدأ كتات ولا متأسس؟ سامع بيقول ايه؟ سامع بيقول ايه؟ استاذ حمدي باختصار انا عاوز اعرف اصد اي بوكس يجي في وشي. فهمني، ما هو انت ما فهمتليش كده يا سيدي. بسيطه، احنا هننفذها عملي. لفيني باللوكاميه في خشم. يعني اعمل ايه؟ لفيني باللوكاميه في خشمي. مش فاهمك. اديني بالبوكس في وشي. ايه ده، انت عايز بوكس بجد في وشك بجد؟ لا كده وكده. ايه ده راجل قالش قالش السنين. يا عمدة ما تهبش مني، ما تخافش، خش عليا جامد كده واديني بالبنية في وشي جامد. انت متأكد؟ ها اضرب. طيب انت واخد بالك من نفسك؟ تمام يعني. يا ابني ما تخافش مني. طيب بس ما تزعلش مني. سوري 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 سوري، انا اسف، انت اللي قلت لي اضرب. معلش، انت اللي قلت اضرب. قوم يا حاج. انا اسف والله، والله مش قصدي. مش حاجة، متعودين على كده. معلش، انا متعود كده. بس هو انا العيب من عندي انا. ايه ايه؟ هو انا؟ لا مفيش حاجه، احنا اقوى. انا اللي كنت ما استعدتش. بس احنا هناخد وضع الاستعداد واضرب زي ما انت عايز. متاكد؟ ايوه. طيب ماشي. زي انا ما قلتلكش المره اللي فاتت، عيب عندك. اضرب. انت تمام كده؟ ايوه. يا نهار اسود. اوه ماي جاد، دف اسنانه، دف اسنانه. هيز بليدنج. معلش معلش معلش. طب ايه، كام ده؟ قوم قوم يا حاج، قوم. انا اسف، انت اللي قلت لي. ايه الصوت يا حاج؟ انت كويس؟ كويس؟ انا احنا متعودين على كده. انا عامل عنف بقى. ايه يعني جسن؟ مش مشكله. طب اديهم له، اديهم له، اديهم له. تبعك؟ امان امان، اديهم له. خايف على ايه يا حاج؟ انا مش بص يا عمده، انت بتضربني غلط. طب علمني اضرب ازاي صح. انا عايزك تديها لي عدل، مش كنت ضايع. يلا مش مشكله، يلا توكلنا على الله. استعد، خليك وضع السلم معايا. اضرب اضرب اضرب. ايه يا زوني، حرام عليك، راجل هيموت في ايديك. عمال يقول لك اديها له عدل، بتديها له خطافيه ليه؟ ماده ولا ايه؟ جوني يا جبان، طب خده ليه يا حاج؟ جوني، يعني خلاص ده قدري؟ اسيب امريكا واموت في المزاريطه؟ انا عمر ما ده كان طموحي ابدا. انا كان مالي ومال الطار والزفت ده كله. بليز فكر، فكر في حل. هو فكر اهو. انت هتمثل، قول حاجه عملي. حاجه عملي. اوكي، لقيتها. ايه؟ احنا هنخدره يا معلم. يعني تفتكر لو لونه اخضر هيبقى طيب؟ انت هتستعبط. جوني افهمني، هنخدره يعني هنحط له مخدر. مخدر؟ انت ليه الفاظك بقت كده؟ ايه كلام افلام المقولات ده؟ ايه مخدر دي؟ يعني الناس تقول لي عندك كل الاوراق والمستندات هتضيف داهيه، في ايه؟ جوني افهمني. بص، احنا هنحط له منوم قوي جدا في المايه اللي هيشربها في البريك ما بين الجولات، واوعدك انه مع اول بق البغل ده هيبقى بيبي نايم في سريره قدامك. ما توهمتش، ما هزتنيش الفكره خالص. المشكله مش مشكله سم ولا مشكله مخدر، المشكله هيشربه ازاي. الحاجات دي ما تفوتش على توماس. ساعه اللعب هخلي هادرس يروح يحط الازازه اللي فيها المخدر مكان الازازه بتاعته. بس جوني ارجوك، انت بقى تستحمل لحد اول بريك بس. اوكي، ربنا يستر. بس انت تعرف لو الخطه القلشه اللي انت بتقولها من شويه دي فكست هيحصل ايه؟ هموت. او ماي جاد، قلناها في نفس النفس. دي ساين. هموت يا توماس. لا جوني، جوني ما تعملش في نفسك كده. أهالي المزاريطة الكرام، اليوم موعدكم مع المباراة التاريخية، المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، والأعمار بيد الله. مباراة التحدي الكبير بين
يجي قبلي عزام القط. كله زي الفل، بس انت لازم تعدي الجوله الاولى. هي جوله قد ايه يا كوتش؟ دي اللهم صل على النبي، البوكس هو انا مش متذكر قوي. خد يعني يا نص يا ربع. يا نص وربع ايه يا حاج بس؟ عموما اول الجرس ما يضرب يبقى الجوله خلصت. انت قلقان من ايه؟ ده مش هياخد من ايدك غلوه. ده انت فاكس موت. عاش يا وحش. I'm bleeding. اتصرف يا توماس. اوكي بص ما تقلقش، هو دلوقتي هيعطش وهيشرب. بص هيشرب ايه عليه؟ هيشرب عمده. لا عمده ايه قول لي حاجه مفيده. كونه بالشلوط. شلوط مين يا ابني؟ ده بوكس الله يخرب بيتك. وحش يا وحش. جوني تيك كير بليز. جو جوني جو. هينفع وشه كله مقص. سيب الراجل ده، سيب الراجل ده، سيبه من هنا. يا جماعه الحق يا جماعه ده هيشرب. واي امسح جسمه. يلا جاب.
عم انت مجهود ايه بس ما ترحمنا بقى. ايه ده؟ طب يشرب. لا يا عم ده هيتف هيتف. بيشرب اهو. يا عم صدقني ده بيمضمض بس. يا ابني بيشرب. قول والله. اي سوير انه بيشرب بص. واي فاي كيف يعني؟ اسبوع واحد حال البلد كلها تتشقلب فيه؟ انا ما مصدقش. لا وايه؟ ده فتح سايبر. يا وقع مربربه. هذه الحاجات اللي هتعقطها علينا امريكا. حاجات ايه يا كبير؟ ده محل بتاع نت، يعني شات تلقي، داونلود تلقي، فيسبوك تلقي، لعبة تلقي. لعبت عليكي بطنك يا بعيدة. هي الناس ناقصة لعب ولا ايه؟ ما ناس ملقحة على القهاوي طول اليوم هتلعب كشتينة وضمنة وبرغوتة. وانت مالك انت مال الحاجات دي؟ ايه اللي مفرحك ده؟ يعني البلد كلها تبقى على النت وشمعنا احنا لا؟ البلد كلها تكوم ودوار العمدة دوار الكبير كوم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي جاري هنا تعالي. ايه انا قلت نت ايه؟ ما فيش نت. قلت نت ايه؟ ما فيش نت والله. صح نت في المزانيطة؟ لا والله دي حرام. جزرة وقطمها جحش. يا ساتر. السلام عليكم. هي الشاشة ار يو كريزي؟ امر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. هو دي النت؟ يا yeah. على كده الساعة بكام عنديكم؟ جاست 1 جنيه. جنيه؟ يا بلاش. طب حس كده اديني ساعة نجربها. اوكي توماس يا جهزت ثلاثة. اوكي يا كم فروم هير؟ اهم دي بس جوني. ايه خير؟ ايه تعرف تشغل النت ده؟ اه كنا عملها معاك. ايوه بسيطة. عايش تشتغل بده؟ ايه ثانية واحدة. هاي واتس جوين اون براذر؟ ايه المشكلة؟ مشكلتي تضحكوا علينا ولا ايه؟ ميتة وأني قاعد على الجهاز. الساعة قربت تخلص. النت بتاعك وده ما بيجيش. ما بيجيش طبعا هو اوريدي على جهاز. بص دوس على دي. اها اها ده انت في البوستيري خالص. أه. طب بص ركز معايا ده اسمه ماوس. ايوه فار. ايوه بص بصبعك ده دوس عليه كده. بص اهو. ايوه فوالا. ايوه ايوه هعمل ايه بقى؟ بص بص ركز معايا كويس اعمل زي ما بعمل. ها بس تفرفش كده بقى ليك اكاونت على الفيسبوك. انت بتتكلم بجد يا سجوني؟ يعني انا دلوقتي عندي اكونتي على الفيسبوك؟ انا نجحت نجحت. انت بتقفر ليه كده؟ احنا اتنين اللي عملنا اكاونت على الفيسبوك مش خدنا كاس العالم. طيب الخطوه اللي جايه هنعمل ايه؟ كل الافوره دي وهنعمل ايه؟ هتتنقل تحط الصوره ليك وتكلم الناس كلها من كل انحاء العالم يبقوا اصحابك تشوفهم صوت وصوره وتتكلموا مع بعض. ايه ده
رجاله ونسوين؟ So weird. رجاله وستات. يا حبيبي يا نت، بس في مشكله. انا ما عنديش صوره، ممكن تصورني؟ يلا شور. ده ما فيش فيه كاميرا. ما كل الناس بتتصور بيه. يلا ابتسم. ايه الوش ده؟ لا فيسبوك يعني تعمل كده. ايوه ايوه ده الفيسبوك. ايوه حبيبتي يا جولي، حبيبتي بحبك يا جولي، بحبك. سلاطين زبون كبير قوي عندنا، عايزين نكرمه. الراجل ده اول مره يجي معاه، هنعمل معاه الصح. خدهم على جهاز 5 و6 وخد صورهم بالموبايل، كل واحد صوره ببلاش للبروفايل بتاع الفيسبوك. ما تاخدش فلوس اللي هي. لا بس في حاجه لازم نعمل كده فيها. بصوا يا جماعه ازاي جو. ايوه يا جوني يا عمده الانترنت. تشافي Μέση. Πάει να μπει και αφήσανε λίγο χώρο. Έφτασε μέχρι σχεδόν τη γραμμή. Η μπάλα πίσω, τη ευκαιρία, το 1-0 για την Μπαρσελόνα. Είναι η Μπαρσελόνα με τον Πέδρο που πετυχαίνει το πρώτο γκολ σε αυτό το ημιτελικό. Και όλα ξεκίνησαν από το ότι είδε χώρο ο Μάξουελ που άφησαν δευτερόλεπτα. الكبير يا دي النور يا دي الهنا يا دي النور يا دي الهنا. اتفضل يا كبير اتفضل. اجيب لك ايه؟ ايه الزيطه دي يا دي زويل؟ مين من يلعب مع مين؟ البارسا والانتر. كير اصل احنا عقبال عندك يا كبير، جبنا الدارين بوكس. ايوه جاي. صباح الخير يا كبير. صباح الزفت يا دبر النحس. معمل الارض وما تلعب. انا بتشات يا كبير، ما تاجي خد لفه معاي. لفت عليك عقربه يا بعيد جابت اجلك. ايه يا رجال بقيت اقولكم نتيتة؟ كملتوا الارض والاشغال ومشيتوا على كلام الفاضي بتاع جوني ديت. طيب وعز الجلال الله انت خمام. انا نشك 3 مرات ولا الطلق بتاعك بيخلص ولا الجندي بيموت والاستكسخ سليم. بس انت بس تعبان قوي. مين ده اللي تعبان؟ اللي حجيلكم بالليل وادمركم. شوف والليل ده بعيد. يا فرحة امك بيه. منور يا كبير. يا ريتك جاب الذكر بط احسن وكمان خسران واخد على قفاك. لا يا كبير مش خسران، انا خسرت جا ولا، لكن لسه المعركه ما خلصتش. جاتك النيله، خد يا التعقول. خير يا كبير امور جناب. ايه هو اهل البلد كلاتهم بيقولوا نتيتي؟ امال ايه يا كبير، ده حتى الحريم بيقولوا يا جا على المزاريطه.com اللي عاملها لهم جوني بيه. بيه ايه يا بو؟ قصدي ان هو عامل لهم 2 الصبحيه للحريم، وقريب جوا هيفتتح ركن العائلات. ايه النت دي اللي دايلنا على قرع عايمة دي؟ ان شاء الله تكون فرحان ومبسوط يا ود ابوي. اوي اوي ثانكس برو على السؤال. اتفضل في النص بتاعي. يا ساقع البلد كلها تخرب بالنت بتاعك ده، والناس مخها تخن واحنا ما نقصينش. قصدك مخها كبر برو؟ احنا في 2010، يعني النت بقى من اساسيات الحياه، زي الاكل زي الشرب زي السوشي زي التان. طول عمرنا عايشين من غير زفت ده، الناس كلها هملت زرعها وقلعها وعم تنت دلوك. بالك الكبير قوي لو كان عايش كان طربق النت ده فوق نفوخك. ثانيه واحده، ده انت غلبان جدي. الكبير قوي ملوش علاقه بالنت. داد كان خاربها خاربها خاربها. بوه حتى الكبير قوي طلع نتيت. نتيت ده كان نتيت وعطيت. بقول لك كان خاربها. برو انت تقريبا الوحيد في الكون كله ملوش علاقه بالنت. الامي اليومين دول هو اللي ما يعرفش حاجه عن النت، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. انت لازم تتعلم الحوار ده وتعلمه لاهل بيتك. انا ممكن اعمل معاك واجب اعلمك كل الحاجات دي ببلاش. اخرس انا الكمبيوتر يخش بيتي ليه؟ بسكويت انا اياك. كبير ما ترميش عصيانك وقاذوراتك في النص بتاعي.
حاطه وعلى سريري كمان. يا ضرك علي، قلت غلطتي. اخر مره يا كبير، ما هعملش كده تاني وحياة راس ابوي. قسما عظما يا هديه، لو شفت عين انت او لابتوب في البيت لاني مكسر البيت كله على نفوخ. امرك يا كبير، امرك. مين؟ سيد سفت. شافك وانت جاي. لا وطي صوتك، وطي صوتك، ما اسمعش حسك لحد ما ينقفل علينا باب واحد. حاضر يا كبير. انت جيت يا كبير؟ ايوه جيت. احضر لك العشاء؟ لا لا، واكل واكل، خشي نام انت. طيب يا كبير. ايوه. عم بتعمل ايه؟ عم بتمرن. طب ما تشاور عقلك يا كبير وتاكل، ده انا عامله لك ملوخيه بالانارب ورز معمر. قلت لك طافح طافح، خشي نامي. طيب يا كبير احضر لك الحمام. يحضروا كفنك يا بعيده، يحضروا كفنك يا بعيده. فين المخفي ده؟ انت فين يا سوف؟ انا هنا هنا قدامي قدامي. في في يا كبير، هو انا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ اسمع يا انت، اللي هيحصل هنا في الاوضه دي دلوق لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. لا لا لا، بس يا جحش انت هتفضحنا. انا كنت عاوز اتعلم الكمبيوتر على النت على المزنجر والحاجات دي. بس كده؟ بس وجعت قلبي. اقعد اقعد يا كبير، دي حاجة بسيطة. امال ايه الدخلة اللي مطينة الطين دي؟ اقعد اقعد، دي حاجة بسيطة قوي. رايح فين يا مخبل؟ امسكت اقعد هنا. هو انا غلطت في حاجة يا كبير لا سمح الله؟ ده كرسي كبير يا هتير، اقعد. علمني. طب امال فين الجهاز اللي هنشتغله عليه يا كبير؟ ثانية واحدة. لو ما فيش خالص مش مشكلة. ثانية واحدة. ما فيش مشكلة لو ما فيش. به 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 به، ايه الحلاوة دي يا كبير؟ الله، وده ايه؟ جايبه جديد ولا موقع يوزد؟ احنا نهزره سوا، انت مال اهلك؟ ما تشوف شغلك وخلاص. العفو يا كبير العفو. علمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يتكون جهاز الكمبيوتر من عدة أجزاء، لوحة المفاتيح ويطلق عليها الكيبورد، الشاشة والفاره، ويطلق عليها ايضا الماوس. عند بدء التشغيل يجب الضغط على زر الطاقه او الباور، وهنا هننتظر لحظات صغيره الى ان يبدا التحميل او اللودنج. وعندما يبدا اللودنج ننتظر قليلا الى ان يشتغل الجهاز ببرامج التحميل نوافذ اكس بي او الويندوز. فاهم يا كبير؟ يا وجعه مربربه. بصوا يا جماعة، انتوا الحراميين وانتوا البوليس الشرطيين، عاوزكوا تقطعوا بعض، عاوز فحت ريل فحت. انجوي. Two enemies left. I heard them. انجر انجر انجر. ايه يا مخبل انت؟ شايفني فروج يا شمرطة قاعدة قدامك؟ لا لا العفو يا كبير، أنا قصدي أنجر الأيقونة. ولا عارف أكل دي الأيقونة. لا يا كبير، أنت عارفها كويس، استهدى بالله. فاكر لما قلنا نمسك الماوس ونعمل بيه دبل كليك؟ دبل كليك؟ ها؟ يلا ها. شطوري شطوري يا كبير شطوري. شطوري اللي ما عندكش تمييز كبير المزاريطة يتقلى شطورة. يا كبير يا كبير، انت عارف كل حاجة لوحدك. بص الإجابة ها هتنط من عينيك وهتفط علي. يلا 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 طلعها. يلا يلا قول لي الماوس رايح فين. يلا فاجئني، قول لي الماوس رايح فين. أقول لك فين ولا تزعل شي؟
مالك قاعد عم تتلوى كيف القرموط في المي؟ ليه عم تعملني كيف العيل الصغير؟ اهدى بس يا كبير، انا فاهم دماغك صح، انت محتاج معاملة خاصة، انت كويس وزين وطيب وياجي منيك، بس فهمك على جدك. صدق وتؤمن بالله، انت قليل عليك الجزم. والسكس الليدي 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 يوم عيدو، يا رب بارك 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 ويزيدو. خدي يا بوي، تضربني بالسكينة يا فواز على البريدج ومن ظهري؟ ما انت اللي لابد لي ورا الجرار وعمال تنشنا واحد ورا التاني يا فتك يا ابو الفطاقة. طب وتضربني بالسكينة ليه؟ بتتمهزك بيا؟ ايوه، ما حداك رشاش، حداك بنادق، حداك فرفر حتى. مش مهم اني قتلتك بيه، المهم اني قتلتك وخلاص. ادي كم كام؟ 2-2. لمين؟ تعادل يا بوبي. تعادل يا بوبي؟ طب تحب نطبق ولا نطلع حبايب؟ كلامك ده يا فواز ملهوش غير معنى واحد ومعرفش ايه هو، لكن عامة ماليش انا في الحبايب ولسه في تطبيق. يلا بينا يا سماعيل. حاسب يا سماعيل من اللي جاي وراك ده؟ دول بيضربوا من الدهر، اما الدهر يا يوسف انت وحسنين. اضرب القنبلة يد، اضرب القنبلة يد يد. خيانة خيانة يا رجالة. ماشي يا نجاتي، عامل لي فيها فتك يا نجاتي. كل عمرك غداري ونادي. غداري انت تغنيني ولا ايه؟ انا كنت ممكن افرج عليك البلد كلها ومرضيتي. يا مين يا ابني انت؟ انت بتعرف البطولة ايه؟ ولا حاجة. شفت العالم ده ايه؟ الصوت والضوء يا ابني. يا فواز ما تستخدمش يا فواز. ايه يا رجالة؟ حسكوا هيعلب دواري كبير قوي ولا ايه؟ والله عال. رجاله بشنباته عم تتعاركوا عشان جيم كاونتر سترايك؟ طول عمركم حبايب واخوات. ايه انا جاتي نسيت ولا ايه؟ لما الحمار المجنون عضك وطلع يجري من اللي لحقه وطخه وخد لك بتارك مش فواز؟ وانت يا فواز مين اللي جاب لك حفله بوخارست بتاعت مايكل بي اتش اس؟ مين؟ مش نجاتي؟ السكس الليدي 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 يوم عيده. يا رب تبارك 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 وتزيده. ريست ان بيس كينج اوف بوب. يلا يا نجاتي يلا، انا عارفك غلط، روح حب على راسي. يلا يا فواز. حقك عليا يا فواز، انا غلطت في حقك والسائل اللي يجراني. عارف يا فواز، انا لو كنت قتلتك كنت هقعد يومين من غير اكل. ما تقولش كده يا نجاتي، عارف انت لو كنت قتلتني كنت هجيت من البلد. لا فواز نجاتي. يا سلام يا اولاد، انا كنت هزعل قوي لو كنا فضلنا زعلانين من بعضينا. وعلى رأي المثل، ما محبة إلا بعد غباوة. أيوة صح يا نجات، أنت غبي كل من المدعوق اللي اسمه النت دي. من النهاردة مفيش نت في المزاريطة، فكوسة وقطمها جحش. أيوة، وعلى رأي الشاعر، إيه أوه لو سألوني. بينا رجالة، بينا رجالة. هي تمن الحاجات فين؟ مين اللي هيدفع؟ يا جماعة المكان اللي اتدمر ايه؟ إذا في ماشي؟ لا فهلا نزت؟ نقفها ميسي 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 والجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطالة في المديق. مين؟ أنا جابر يا كبير. أنا نايم يا جابر، نايم، أنا نايم. بس دي أمر مهم قوي يا كبير. عم قدلالك يا حبيبي. موضوع ما يستناش يا كبير. انطر عاد، قلت لك بعدين يا اخي. راجل تبت، تعالوا لي بقى، ده انا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش، قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش، ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن، ولا فاكرين يعني انني راجل كبير؟ يعني راجل كبير صح، لكن عصب. بلك انت
انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزه وقال لي حاجه غريبه قوي قوي قوي. ايه حاجه غريبه قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنه، خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي، ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما، التراب ده دخل في نقاشيشي، قوم ايه؟ عم جابر عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز قصر، فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي. انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجيلك حالا. يحطوها في البوبي؟ وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير، كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. ايه ده؟ بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي. كوكي دي القيامه قامت يا اولاد. وين كوكي ده اسم بلدي قوي. انا معاكو. بص خلي ده من نصيبك انت، يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده كل دي؟ عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد. ايوه. وده باسم النبويه حامد ابو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس. بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله وعرفت كيف. سوبر باور. ولسه الله يخرب مطانك يا كبير، ما فيش واحده في البلد لما حطيت عليها داد. بابا 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 بابا. الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك. حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كنزير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان. الله يكشفك يا بوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ماني عارف يا هتير انت ان صندوق حديد، هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب ما نمشي زي قواعد ما بتقول، مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. انك صعل عليه. هات يا عم. 8 نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس. دلول الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط نقط وخطوط. بس أنا فهمت. إيه ده سحر. سحر كيف؟ سحر. ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي. معروفة الراجل اللي بيطلع الفرودة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطة. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا.
الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا وليه؟ لأن تلبس على آخر الليل. الله أكبر الله أكبر، بعيد بعيد، سمحوه ما يعرفش. حسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا وليه؟ حداك كلمة زينة قوليها، ما عندك اسم كتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي. يا كبير ضارت خيارة وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، ده لولا الأساس ما كان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الغريبة دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سكات السفره، الشنطه اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجمله الاخرانيه اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفه، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجه. اي جاري في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط، وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط ثانيه، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي ايه حارت؟ يعني ايه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. نو واي نو واي، المفتاح يكون هنا. جوني انا حاسبها قدامك اربع مرات. بص امشور المفتاح هنا. توماس انا العمدة، ما ينفعش ابقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلها هيبقى ويرد. لا ما تخافش، احنا مش هنحفر هنا، احنا هنحفر جوه. ار يو كريزي؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت اهو اهو، نعمله زي داست ودوشة، انت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطة معينة، والنقطة دي ممكن تكون في حتة يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشكك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون، المفتاح جوه. جوني ايه دمار يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربربة دي؟ هو الشيخ شديد ده متأخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمة ولا حاجة. الشيخ شديد يجيلك من بعيد، ما تهمهوش الزحمة ويفوت في الحديد. في ايه؟ فراخ بانيه. احنا جينا مطعم وليه؟ مالك يا برنس؟ قلقان شوية. فتهت يا كبير. شفت تعرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عمّن يحفر في أساس البيت لقى صندوق صغير كده. والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أني قنقف. قول اللغز بيقول إيه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطة منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود. حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس، ده لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا
كنا شاكينك ده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود وهيفضل ممدود لحد ما يقول العوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه، وهنعرفه كيف. نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينه يبقى مرار طافع. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركه اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما امي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة؟ عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو، انت فاهم خير. انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما يرجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي. احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ها ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كاني وماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ شديد، الواحد مش عارف من غيرك انا هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، أنا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك، بس أنت متأكد يعني إن الصندوق هينفتح وهنقول للمراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فض الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ اه طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفاره ولا غباره، وانت عارف عندي حساسيه. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعمليها اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن
زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان مودينا على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. وانت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرق ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. طب معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتومين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت لحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصه. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها تعرفه والحكومه عارفه. وانا ايش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. بس فهمت. فهمت ايه يا جحش انت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من اسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. تصدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحته اللي فوق والاساس هو الحته اللي تحت. اكزاكتلي. طب وايه موضوع ده لولا الاساس مكان السطح موجود؟ لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى في جو سسبنس. اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري، وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب، ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها. الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين؟ صنع في الصين؟ أيوة سيب دي يا جون. استنى يا جون الظاهر في حاجة مهمة. I adore this film، سوى شفته أكثر من 100 مرة لسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه. توماس! Are you crazy؟ جوني سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها. Easy man. تقدر تقولي أنت بالك قد إيه يا عمدة؟ يعني like حبة حلوين. اوكي الحبه الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing. كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس. اوكي I'm sorry. من النهارده هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان. هابي كم اون. البلد فين؟ اه صح البلد. انت نسيت ان انت عمده؟ نسيت ان العمده ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته واتواصل معاه شويه؟ سيب الموضوع ده عليا، انا عندي الحل. سبيريت مان. الميديا. الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله. انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبه اللي عاملاها في الناس ده، حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي. عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك، عارف اتباع منه كام قطعه؟ 2 مليون قطعه ومضروبين. ده المزريطه لوحدها شاريه ولا 10,000 قطعه. اوكي طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله؟ عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا اتس سو هوت. يعني انت عايز نعمل فيلم؟ واو انا بطل يا جوني. اوكي بطل ايه وفيلم ايه الهبل ده؟ احنا هنعمل قناه المزاريتا تشانل جول مش كده؟ الفكره دي جامده جدا بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس، لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب يعني اعلانات سبونسرز. انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت عن مين. بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه
ادينهم سبوع على حالته. ود 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 ود. طب واحنا مالنا؟ ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، خلينا في حالنا يا كبير. بص يا جوني، تعالى توماس. بص اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ثانية واحدة. رايت. بصراحة يا جماعة انا عاجبني اللوجو الاولاني. بس اللوجو الاولاني يا جوني حاساه عادي يعني مش التاني احسن بكتير على فكرة. ايه ده؟ انتوا مالكوا؟ انت طلعت بره الموضوع خالص، وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناة، انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس، انا ممكن مدمرك. اوكي كام داون، الحكاية مش مستاهلة. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجة ليها علاقة بالستايل والفاشن. اوكي. اشلي، عملتي ايه مع شركة الستلايت؟ هما لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعة الاولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت. كده يبقى ابتدينا الجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه، مش فاهم انا ليه هم اللي عطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كيف كان داخل صوتك في البهيمه؟ عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبه، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ انا اقول لك. ها انت يا فوق. انتوا اقول ايه؟ يعني ماني وقت تعترف. هاديا. اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورت المخزن. افهم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مش شويه عيقل. اديله قديه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه قديه حيموت طالع من الميه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموت هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس، ما تخافش انا مش هزيك، انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز. انت عاوز؟ احب على يدك يا كبير، مش عاوز. زين قول يا ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هذيلها ساعتين هتعدن فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قالهولكش. قول. دلوقتي جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده بقالهم شوي، ايه هي؟ حاده؟ تفتكر ايه هي؟ ظاهر ان صحتك جات على الميه وجو المصايف يا هدرس. فزاع. عمري جلابك. اقول 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 اقول. قناه. سيدوني اعملوا قناه، عتاجي على التلفزيون. قناة ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمة واحدة اخلي اكبر حتة في قدك ده، ولا ليه انا هديك عينة مؤقتك ده عشان تفكر مليون مرة قبل ما تفتح خشمك يا اشرف. امر يا كبير. اعمل الصح. ها تعمل يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناه، اعمل لي عشره. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ انده للواد بسيوني ساد ده بتاع الدش وحصلني على الدوار. امر جنابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. اقبر يا كبير. انا عاوز اطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جاموسه؟ ما تستغباش. انا عاوز يبقى لي قناه كيف القنوات اللي بتاجي على الدش دي. بسيطة يا كبير. بسيطة كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك، هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي، وكده القناة هتاجي في التلفزيون؟ هتاجي يا كبير، والمزاريتا كلتها هتشوفها. حق هادي يا بسيوني، لو عملتها هيبقى ليك الحلاوه. عيب يا كبير، ده انا بسيوني ساد اللي دخلت الاوروبي واجي يجيب لي. انت هتتنطط ياد ولا ايه؟ قصره. الموضوع ده هياخد في يدك قد ايه؟ اسبوعين بكثيره، وتلاقي البلد كلاتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صل على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم يتم كتمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضه همسكك السلك عريان.
بكرة هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. أخيراً بكرة هاخد خطوة جديدة في مشواري الأسطوري في المزاريطة. عيب عليك يا جوني, أنا عمري وقعتك؟ أنت مالك بالموضوع؟ أنت كل ما أعمل حاجة عظيمة تحشر نفسك وخلاص؟ أنت حيلا إيه الفكرة؟ إيه يا جوني كام داون في إيه؟ يا جماعة أنتوا مش ملاحظين حاجة غريبة اليومين دول؟ لا مش اليومين دول, ده من زمان أوي أنت مش واخدة بالك. كل ما أعمل حاجة عظيمة وأسطورية يقول لي أنا فيها وأنا اللي أعملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدأت تطلع لك؟ إيه ده؟ أنت خدت بالك؟ باينة أوي بصراحة. بصي أنت خفة شوكليت وعصبية. بجد؟ لا حاجة تانية. إيه انطقي. يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينطلنا كل شوية كده زي عوايده. تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه الحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو, بليز ما سيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي. فيزو يا عيني عليك يا ود ابوي, يا عيني عليك. عمال يحرت في مية ما داريش بقى اللي هيحصله لما تنزل القناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد وليه؟ ناوي بس في الوقت الصح اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية, انا عاوزك تركزي زين في البروجرام السبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك, ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قولي الساعة باينة كده؟ باينة ها؟ اوكي ايه؟ اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 انا عايز ابقى انا فانكي وايلد فاهم؟ ما تتدخلش في الملكش فيه, همشيك. اوكي يلا يلا stand by 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة, صباح اشتاط. النهاردة يوم ميلاد قناتكم الفضائية الجديدة الجامدة جدي مزاريطة تي في. هتروشكو وتفرفشكو وفي مشاكلكو هتحللكو مع مزاريطة تي في. المزاريطة بقت على الخريطة. ايه؟ عيد مش عيد تاني, مش عيد تاني. مش هتديني اداء, انا عملت ده وخلاص خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل, وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان, وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم. يا مامي عايز سيره البروكلي بالرمان, يا مامي عايز سيره البروكلي بالرمان, ودايما بيشتروها من بره. بس لا نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحه اولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. احنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجه اسمها مستحيل, مفيش حاجه اسمها ان البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره. احنا هنا بنعمل كل حاجه في بيوتنا بايدينا النظيفه, والمقادير بتاعتنا سهله جدا وبسيطه جدا جدا وموجوده في اي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب اوف زيت زيتون, 3 حبات رمان, بصلتين مبشورين, وبيض, وملح بيدوب في نص كوبايه ميه دافيه, والدقيق, وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير ميه. نقول المقادير مره تانية. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست, عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دفلهات العالم. ده شكله ده كاس العالم للمقتبيه. طب خلص خلص قبل يلمك. But now that I've had time to absorb it, loving this. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. It's all working out. Me and Charlie, you two, you know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, mom uses her zygodactyl feet,
That means two toes facing forward and two facing backward to dig a deep burrow in the earth. Now that she's created... قروا في قرفكم! يمين بالله العيال دي لوزرز! أكبر لوزر زي كبير! هي العيال دي هتيرة واللي هي! عاملين برنامج عن السحالي والإبراص! دول مليئين البلد! احنا بنجيبوهم من الحيطة بالشبشب! لا ولا البت أشلي! جايبالك نسوين كأنهم نازلين من الفضاء وتقول لك قاليه موضة! بس ما تقوليش نسوين! على رأيك يا كبير! هي دي نسوين! فين الست إليسة والست هياتم وال... شوفي عم يعملوا كيف الجح شوفي شوفي على فكرة دي مسروقة مسروقة منين؟ بندم أي راية اللي هو أنا دي بتاع العيل العفش اللي غني راب اللي اسمه قزبت دي اللي عم يعمل دي صح أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الأحلام البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطة وكل القرى المجاوره هي الحمار بس ليه كل الحمير تقليديه ليه كلهم يا ابيض يا جراي ليه ما فيش حمار مميز ومن هنا بقت دي فكره البرنامج ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الاحلام وفي حاله عندنا اللي هي مشمش قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي اهو وصاحبه اسمه عم سعيد تعالوا نشوف الحكاية إن مشمش عندي من هو عيل صغير ربيته واعتبرته عيل من عيالي بيجي في معزة عيل من عيالي ومن سنتين ثلاثة حصل إن مشمش اتشقلبت أحوال ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الأرض وحوشه والمهم قلت لازم ألقى حل للمشمش عرفت إن سجوني عامل برنامج في القناة بتاعته قلت أروح لسجوني يمكن يلقى لي حل ولما جيت لسجوني وديت الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمدة جوني يعني وربنا يسترها إن شاء الله وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ عشان هو أول مشارك معنا في برنامجنا حمار الأحلام عم سعيد السلام عليكم يا عمتي What's going on brother بومبو تمام How you doing تمام جاهز تشوف المفاجأة جاهز إن شاء الله أعصابك حديد والله رجلي ما شايلانيش بس يلا ربنا يستر 3 2 1 ايه ده كله ايه اللي عملته في حمار يا ولاد العبيطه شفتي عملي يا ساتر ايه يا ترى انت تدخل سويقه في حريم العفو جنابك حاجه مهمه الواد بسيونيسات عيبلغ جنابك انه خلاص كله تمام التمام عمل التوصيلات وجهز الجلال البسي ومن بعد بكرة من نجمة قناة الكبير هتبقى على كل تلفزيون في المزاريطة عفارم عليك يا بسيوني هذا فزاع أمر جنابك عاوزك أول ما الليل يليل ما احنا بالليل أول ما الناس تنام ارتحتك ده تنزل تبذر البلد كلها بوسترات وفلايرز يلي فلايرز دي فلايرز يا برشور أنا عاوز أول ما الناس تصحى الصبح تلقى إعلانات قناة الكبير مغرقة كل مكان أمن الجنابة هيحصل يا كبير فزاع طير انت ايه ده ايه كل البوسترات دي وايه المكتوب ده تشوفها تزبطك تقلبها نعبطك العجل فطمه ايه ده كمان كاتب فوق K1 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 يعني ايه قناة الكبير 1 K4 كبير يا yeah. يا ابن اللعيبه لا 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 اوعى تقول لي ان ده اعلان قناه ده اخره اعلان دروس تقويه رضا زينهم ملك الكيمياء لا 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 وبعدين الباك جراوند وحش جدا والستايل زباله وايه الكلام المكتوب ده انت عارف اكتر حاجه مضايقاني ايه مش انه بينافسني انه قلود ملوش ستايل قال وانا بي زي وزي هدرس زي بقيه البلد كلها ما يا جماعه مش معنى ان انا ستايلي جامد جدا وشكلي روش الناس كلها تقلدني طب ما انت هو صاحبي بقالك كتير وليك ستايل تاني لا بس مفيش حد قلدني ايوه عشان انت ستايلك مش جامد قوي زي يعني جامد بس مش جامد قوي اوكي على فكره السلوجان ده ينفع راب جامد جدي بص تشوفها تظبطك اها تقلبها نظبطك اجي تشوفها تظبطك كما تشوفها تظبطك اها تشوفها تظبطك توماس انا مصدوم لا بجد مصدوم انا في الاول كنت فاكر ان هدرس بس هو الوحيد القلود طلع لا الكبير كمان ده ناقص يحلق شنبه ويشيل العمه ويعمل راسته زي مش ممكن
يعني انا خايف بجد انام في يوم واصحى الاقي البلد كلها جوني. انا جت لي فكره برنامج حلو قوي ممكن نحطها في القناه. ايه؟ بي يور سيلف. حلوه جدا. استنى بقى بي يور سيلف. ايه ده؟ تفتكر الكبير كنا عامل برامج شكلها ايه يعني؟ اكيد حاجات يعني كاتيانه اكيد. اكيد يعني ممكن يقلد الثمانينات مثلا. يعني يعمل مثلا برنامج يسميه اوتار الليل. عارف الورده اللي الموجي بيجيبها يمين وشمال. حبيبتي اشتقت اليك. لا ريلي اشتقت اليك متاجي. عارف ممكن يكون عامل ايه كمان؟ ايه؟ برنامج منوعات ويسميه كر صهر. تفتكر الكبير يكون جايب مين مذيعين يعني؟ اكيد مش هجيب منى شاذلي. شور يعني، بس ممكن يجيب حد من الغفره بتوعه. اشرف. وياخد اشرف بقى يعمل بيه برنامج اشرف حول العالم. كل يوم مغامره في غيط شكل، يعني مره غيط مانجا، مره غيط موز، مره غيط لوز. حول علمك بقى، البرنامج ده هيبقى حصري على القناه. حصري بقت موضه اصلا. ده احنا هنشوف ايام ضحك جدا. بس تعرف يا معلم، احنا ربنا بيحبنا موت. ليه بقى؟ ليه؟ عشان احنا من جوه طيبين بجد وكيوت حقيقي. يعني سبحان الله، ربنا بيخلق الحاجة الحلوة وعشان تحس بجمالها وحلاوتها بيخلق جنبها الحاجة يعني مثلا التين البرشوماتي والتين المشوك، الاتنين تين بس. أهلا وسهلا بيكم على قناة الكبير ون، وأولى حلقات برنامج المسابقات المثير. برنامجنا بيعتمد على الذكاء والفطنة وينمي قدرات الطفل المزاريطي. وصدقوني البرنامج ده مش للأطفال وبس، لا ده هيشد الكبار كمان. عارفين يا أولاد اسم البرنامج إيه؟ جوستن. ما سمعكم شي، اسمه إيه يا أولاد؟ جوستن. براو عليكم. ومعانا العروسة دي اللي هتكون صاحبتنا طوال حلقات البرنامج. البقرة دي هتقول السؤال بس بعد ما يقول لها حد جاموستي. يلا يا حد عم مجيد. جاموستي. حاجة بتنور لنا الدنيا ومن غير كهرباء، سهلة قوي، حد عرفها؟ ها، جاموستي. ماشي. في الشتاء بتدفينا وفي الصيف بتلسعنا. ها، قول انت. جاموستي. جاموستي ايه يا جاموس انت؟ ما هو اضحكي في السمسة. ها، اقول انا قبل هذي، اقول انا. قول يا حج عبد المجيد. وابو رجاز. جاز لما يحرقك. تبدأ المعركة دلوقتي، عم بنسبلها ومسكوا في بعض. دياب البوني اللوكمي، دياب اللوكمي، جبت دياب الشلوك، سوفليكس رائع مع تثبيت القدمين، تنين، أوبا، أوبا 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 أوبا. أنا بجد مش قادر أفهم يا توماس، ليه الناس كلها منجذبة لقناة الكبير؟ ليه؟ أنا مش مصدق. احنا كنا محققين اعلى نسبه مشاهده في المزاريطه والقرى اللي حواليها، المقاليطه والبقاليطه والملطيطه. وبعدين هنعمل ايه جوني؟ احنا في نزول مستمر. احنا بنقع. عارف. احنا بنقع. عارف. بجد احنا بنقع. عارف. خلاص هنعمل ايه؟ طيب انا مش فاهم، الناس سايبين الام بي اي، تخيل سايبين الام بي اي ويتفرجوا على مصارع حريمي. انا بجد مش مصدق. قولي بقى احنا نعمل ايه لو سمحت. لا جوني سوري انت بتتفرج عليها. سوري اصل كانت بتضربها، قطعتها خالص. بص جوني خليك معايا، قول لي هنعمل ايه. توماس يعني انت عملت اللي عليك، خلاص اوكي في حدود امكانياتك. انت بجد يعني شابوه، عملت اللي عليك. بس هتعمل ايه؟ ربنا خلقك امكانياتك قد كده. دلوقتي انا هتدخل. انت مشكلتك يا توماس انك من بره بس قشره، يعني ما عرفتش توصل للكالتشر والجمهور عاوز ايه، ما عرفتش تعملها دي لانك من بره سطحي. يعني حتى التاتو بتاعك تنين، يعني ايه تنين؟ ولا حاجه. بص يا معلم، احنا اشترينا افلام اكشن وساينس فيكشن. في ماتريكس، افاتار، ايرون مان، باد بوي. بص يا معلم، احنا ننزل اي تي في افاتار في ماتريكس. يا هتشوف. تعالى كده بس. او ماي جاد، جامده ام احمر. ها ما شفتش حاجه. ام ازرق دي في اول الماتش كانت لابسه نحله، لما قلعته بهدلتها خربشه وعض وضربه. اوه ماي جاد. وايلد كاتس.
الهدش ده؟ يعني هو عمال يضرب كل التوائم دول مره واحده؟ طب هم معقول كل دول جم في بطن واحده؟ ايه يا زوير؟ ما انت جاي انت واخواتك ال 12 في بطن واحده. اقلب يا ده يا زوير اقلب، ورينا قناه الكبير جاي بيه. اعزائي المشاهدين، دلوق معاد ختام برنامج اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. وأحب أشكر المعزة بسين ألف اللي حكت لنا بلوتها مع جوزها جيم نون اللي باع جاموستها من وراها، الجاموسة اللي جابوها لها أهلها من وهي طفلة وقضت معاها أحلى سنين عمرها. وأحب أقول لها معلاش ما تزعليش، الجاموسة تروح وتاجي، إنما جوزك ما يتعوضش أبدا، جوزك ده بميت جاموسة. وأخيراً أحب أشكر كل الزملاء اللي شاركونا في البرنامج، إعداد عم محمد الضيصطي، مصور الحج أبو المكارم، مهندس صوت سامح جمال، مهندس ذكور سامر الجملاوي، جرافيكس الحج مناويشي، والمخرج الكبير الكبير. ومع تحياتي هدية مرة الكبير. ستوب، طلعت موهوبة يا بقرة. أنا كنقفت طبعاً عشان أنا إنسان سطحي وقشرة وبفكر في الأمور من برة، وإنت بقى إنسان عميق وبتفكر كويس، فطبعاً لما تنزل بإيتي وبعد كده ماتريكس وبعد كده أفاتار، فالناس هتتوهم وتتفرج على الفيلم اللي إنت شايفه قدامك ده دلوقتي. لعلمك بقى الناس دي بعد ما جربنا معهم كل حاجة برضو مش هيتفرجوا علينا، لعلمك مفيش أي أمل. برافو برافو، خلصت؟ في حكمة قديمة كان بيقولها راجل حكيم، أنا مش متذكر أصله منين الحقيقة، كان بيقول العبرة بالخواتيم. خواتيم it's like جمع ختمات اللي هي نهاية الحاجات. آه أوكي. فاللي أنا عملته ده كله يعتبر first step بس، لسه تقيل جاي. اتفرج، انا هنزل بحاجه هتخلي الصعيد كلها تقعد في البيت، ولا حد ينزل يزرع ولا حد ينزل يقلع. هنزل بأليس ان وندرلاند. اوه امال ايه يا معلم، هينزل يكسر الدنيا. لعلمك انا كنت اقصد ان افاتار ينزل من غير نظارات. الناس فعلا الجمهور كله لما شافه حس ان في حاجه مش قد كده. لما نزل النظارات مع أليس ان وندرلاند الناس هتتوهم بالجرافيكس 3D يا معلم، 3D. ولسه الاتقل ايه؟ التوك شو. توك شو؟ ناوي يعمل حاجة تخلي دكتور فيل وأوبرا ينفسنوا مني بجد. اه بس يعني توك شو ده هياكل هنا في المزاريطة؟ اللات يا معلم، اللات، احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع لات، في الغيط لات، الناس بتحب اللات. ايه أنجح ثلاث برامج في مصر؟ قول. القاهرة اليوم، البيت بيتك 90 دقيقة. كل ده ايه، برامج طبخ؟ لا، توك شو. يعني برنامج زي 90 دقيقة ده نعمل حاجة زيه ونسميها 60 دقيقة. ايه القلش ده؟ ليه ما عندكش شخصيه؟ ليه حرامي كده؟ مش قلت لك انت قشره من بره وبس؟ فقاعه، مجرد فقاعه؟ الناس اعطيتها عشان تعمل 90 دقيقه وانت تاخد 60 دقيقه على الجاهز كده؟ طب خلاص بلاش، نعمل برنامج الخامسه مساء، يعني بيبقى بدري شويه علشان الناس هنا بتنام بدري. السادسه مساء، السابعه مساء. دم الاجتماعي، انت تعريفك دم الاجتماعي، لو اتفقع ملوش وجود، عباره عن فقاعه عامله تاتو وتنين. توك شو كيف يعني؟ برامج يا كبير اللي يجيبوا فيها الناس يتحدثوا ويرطوا، كيف برنامج الأستاذ اللي هتحبه كتير ده؟ ممدوح فرج؟ هاي انت، بكلمك انت. كيف جنابك؟ يا جاموسة انا بقول لك الكلام اللي هو بيقوله في البرنامج. لا لا لا، قصدي جنابك اللي بتاع الاخ اللي هتحبه كتير، عمرو بيه اديب. عموره ده راجل عسول وكيوت خالص. ايه راي جنابك لو تعمل عندينا انت المزاريطة اليوم؟ والله فكره مليحه، جبتها كيف دي؟ ونعملوا فيها فقره ونسموها اسالوا كبير. جديده الان جديه يا كبير. شوف هدلي التليفونات وطلع لي نمره الدكتور عزت ابو عوف. يلا امر جناء. دكتور ليه الف سلامه عليك يا جلوس الطين. عزت ابو عوف اللي هيطلع مع عمرو اديب في البرنامج، كلمه انت بس وقول له الكبير عاوزك تطلع معاه في برنامج المزاريطة اليوم، هو هيفرح ومش هنختلف. شوفوا ياخد كام وشوف الديل ايه. ف
طب لو ما ردش او ما فاضيه شيء. النهارده اول حلقه من حلقات جوني شو على قناه المزاريتا تي في، قناتكم. جوني شو مش زي اي شو. احنا بنحب نقدم مشاكل قضايا تهم كل مواطن مزاريتي، وبنقدم حلول كمان. النهارده معانا الحاج حامد، احد نماذج النجاح الاسري في قريتنا، وده ليه؟ لان ابنه هو الوحيد في المزاريتا اللي قدر يتحدى الصعاب ويشق صخر ويدخل معهد التمريض. مش بس كده، عمل معجزه اكبر، اتخرج منه. الحادثه دي اثارت جدل كبير في الشارع المصري، لدرجه ان كل المخرجين والكتاب بقوا بيتفاوضوا مع الحاج حامد عشان يشتروا منه القصه دي ويعملوها فيلم ساينس فيكشن بيزد على ترو ستوري. ازيك يا حاج حامد؟ اهلا مستر جو. جوني. Anyway, عايزك تحكي لنا عن تجربتك مع ابنك. ازاي اديته بوش عشان يبقى حاجه؟ عادي يعني. لا انا قصدي يعني ما انت لازم تقول، يعني قول معايا ازاي ابنك حقق الانجاز ده وانت وراه. طيب يعني انت عاوز توصل ليه يعني؟ طب انت قافش ليه دلوقتي؟ يعني اهدى بالهداوه. انا عايزك تقول لنا ازاي كنت بتتعامل معاه في البيت. انا والله ما كنتش بشوفه ولا كنت بقبله خالص. انا كنت ارجع من الشغل اخر النهار وهو كان بيجي من معهد التمريض ويشتغل بو 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 في المذاكره، كان بيوجع دماغي. انا ما احبش الدوشه، عايز انام، عايز استريح. طردته من البيت خالص، قلت له يا لغور شوف لك حته تذاكر فيه بعيد عني. مارست معاه اسلوب الضغط. هايل هايل هايل. يعني انت كل يوم بتديله جرعه نيجاتيف انرجي وهو بيحولها اوتوماتيكلي لبوزيتيف انرجي. هايل، يا ريتنا كلنا نبقى مستر حامد. اقفل الموبايل، اقفل. مستر حامد، فاصل ونواصل. ايه يا جوني في ايه؟ مالك متوتر كده ليه؟ انا مش متوتر. لا متوتر، وشكلك اكنك اول مره تقف قدام كاميرا. لا جوني الراجل كلك. ريلاكس. لو سمحت ما تبوظليش شغلي، وشوف برضو بقى عملت اللي في دماغك ونزلت دي. ايه دي بقى؟ دي هي اللي كانت نازله لوحدها. لا انا قلت لك ثانيه واحده. انت بتديني اداء تاني؟ ما تنساش نفسك، انا اللي عاملك، انا قناه، انت ولا حاجه من غيري، ولا حاجه، وكل البلاتو عارف. انا اديتك تفصيله صغيره قوي تعملها فشلت فيها. ده النموذج اللي قلت لك تجيبه؟ ده نموذج بيعذب ابنه وبيذله؟ هو ده اللي لقيته، عامل لك ايه يعني؟ مخصوم منك اسبوع. اتفضل. اوكي. ست اعتماد. اتفضلي يا ست اعتماد. ايوه. اتفضلي اقعدي هنا. بصي يا ست اعتماد، دي كاميرتك ودي اضاءتك. رستقي نفسك. امشي يلا. امشي يلا. وجه ميعاد الفقرة الثانية. الفقرة دي إنسانية ومؤثرة جامد جدي. فقرة يجعل بيوت المحسنين عمار. ومعانا الحاجة اعتماد. إزيك يا ماما الحاجة اعتماد؟ أها يا ولدي عايشين. احكي لنا مشكلتك يا ماما الحاجة. ولا مشكلة ولا حاجة يا سي جوني. أنا كنت متجوزة وعندي 3 عيال. وكنت راضية وحمد ربنا والحمد لله. لولا الولية حماته الله يحرقها، وليا عقربة دماغها معششة حنوشة من ناحيتي، قاعدة لي على الساقطة واللقطة يا ولدي. في يوم قامت عركة كبيرة قوي بيني وبينها، كلمة مني على كلمة منها جالها جلطة في المخ. جوزي ما استحملش، طب ساكت مش صدمة. بعد ما جوزي مات بيومين، الواد الوسطاني سخن جامد قو، خدناه ودلينا على الوحدة الصحية. الدكتور كشف عليه وقال عنده حالة وراثية، هيفضل سخن كده طول عمره. يلا بخطرة، وإحنا راجعين من الوحدة الصحية ركبنا الميكروباص، قعد تاني قدام والعيال قعدوا ورا. قام السواق اترازل علي كده حبتين، كلمة مني على كلمة مني، اتقلب بينا الميكروباص. اتطمع
طمن ما حصلش حاجة، أنا بخير الحمد لله. غيرش بس الواد الكبير ترش. أو ماي جاد، ترش إيه؟ مبيد؟ اسنج يا ولدي، انطرش ما عادش يسمع ولسانه تقل شويتين. الواد الصغير اتكسح خالص ما عادش ينفع واصل، بس الحمد لله يا ولد يعني بخير ما حصلليش حاجة. الحمد لله محروق الباقي. Anyway لو في أي حد عايز يساعد الست دي وأنا شك يتنيل يتصل بالأرقام اللي هتتنيل تظهر على الشاشة عندكم دي. ها الناس موهومة طبعا صح؟ يا معلم الناس مبهورين ببرنامج. ايه الجديد؟ مفيش جديد في اللي بتقوله. الناس مش مصدقين نفسهم لدرجة ان هما محدش شاف البرنامج. انهي منطقة في كلامك صح؟ الجزء الاولاني ولا الجزء الاخراني؟ نزل رجلك دي. يبقى الجزء الاخراني. ايوه. لا انت كذاب، انت كذاب، انا شفت في عينيهم الفرحة. فانت كذاب ومنافسن مني. يا عم منافسن ايه انت كمان؟ الناس كلهم بيتفرجوا على التوك شو بتاع الكبير المزاريطة اليوم. اسمه كده؟ ايوه. هو كمان دم الاجتماعي زيك، سرق اسم برنامج تاني، انتوا كلكم قلودين، عشان كده البضاعة الصيني نجحت في البلد. شش. اتفرج بقى. فاصل وعنواصل. المزاريطة اليوم. اسمع يا ولية، ده آخر فاصل في البرنامج، وآخر إنذار ليكي. لو قعدتي تطرطي وترغي وتحاولي تسرق الكاميرات وتعملي حركات المياصة بتاعتك دي، بتجزم على نفوخك. ما هو انت اللي قاعد تحجز على اسئلتي. اهدى بالله يا كبير. لا اله الا الله، ما هي قاعده تتحدث وسايباني كيف كيس الجوافه طول البرنامج. صلي على النبي يا كبير، ما في بيت بدخله في اي مكان الا ما بعمل لي خاطر. ليه مش عاوز تعمل لي خاطر يا كبير؟ كيف تقولك ده؟ ده انت خاطرك على راسي من فوق يا ست فاطمه. ربنا يحافظ عليك يا كبير. دلالك كان زماني طخيتها على الهواء مباشره وتويتها بقلب البلاتوه. يا ستار يا رب. يا اسكت يا اسكت، هذا البتاع دي عتقشعرني. اللي مصبرني على البتاع دي انك بتاع تامر امين. انت تدنيت يا تعلي صوتك بعد البرنامج. الهوى يا كبير الهوى. وردي عليكم تاني من الفصل الأخير من برنامجكم المحبوب المزاريطة اليوم. في الأول أحب أقول كلمة لكل المشاهدين، معلش ما نقدروش النهاردة نستقبل إيميلاتكم، الكمبيوتر هند، وبردك ما نقدروش نستقبل الاس ام اس، الشبكة واقعة. وده ليه؟ عشان الضغط على البرنامج قد كده. اللهم صل على النبي. الوقت يا كبير الوقت. لا ايوه منور الدنيا كلها ست فاطمة. نور عليك يا كبير. الله يخليكي. طبعا بعد النجاح الباهر اللي حققتيه في اغانيكي زي عالزرعية وهدالك ويا سنبتيك، سمعنا انك بتحضري دويتو عالمي مع الفنان ريكي ماركت، دي صح ولا اشاعه؟ لا مش اشاعه، اعلنوني وانا قلت اسمع الاوديو وافكر اشوف هوافق ولا مش هوافق. والحقيقه عامله دويتو عالمي مع الفنانه العالميه شاكيرا. الدويتو اسمه البنت دي وسطها ما بيهمتش، ويا رب يعجبكم. من ناحية حيعجبني حيعجبني يا رب. طبعا ما هينفعش تكون قاعدة مع ايه. ما تصلى على النبي يا جماعة. عليه السلام. ما فيش حاجة. في ايه اللي حاصل؟ كنت نايم في التكييف، ما فيش أي حاجة. خلاص قول أنت، أنت طلعتني من المود. طب يا ست فاطمة، يعني للأسف الحلقة قربت تخلص، وقبل ما تخلص كنت عاوز اقول لك ان فعلا حضرتك اثرتي في الناس جدا جدا جدا. يعني انا يذكرني موقف، انا عندي واحد صاحبي سمع حسنين ومحمدين، وحسنين خلف 11 عيل، راح مخلف 11 عيل فعلا. ما هو يا سيدي الناس بتسمع حسنين ومحمدين وعمالين يزربوا في العيال على طول. اللهم صل على النبي، ما هو ده تاثير جامد جامد يعني. ما فيش كلام. وفي نهايه حلقتنا ما يصحش يعني يبقى معنا الفنانة الكبيرة فاطمة عيد ما نسمعوش حاجة، حتسمعينا إيه عاد؟ نقول دوسي يا عروسة. أنا زعلان. لا ريلي زعلان. أنا ما زعلتش كده من يوم ما مايكل جاكسون مات. الناس هنا محلية. إيه؟ يعني مش قصدي مسكرة يا غبي، قصدي لوكال. أوكي. يعني سايبيني أنا بستايلي ده كله. بص شايف النقشة؟ أنت عارف دي جايبها منين؟ ورايحين يتفرجوا على فاطمة فيست. يعني اعمل ايه؟ اقفل القناه ولا اقلبها قناه مريبه واسميها اشترايك وتقف انت تتميص وتقول زمانها ماما جايه رتبها تاخد جايزه، اعمل ايه؟ بص يا جوني، هو مفيش غير حل واحد، انا ما كنتش عايز الجا له بس وضع ان احنا مضطرين. لا 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 توماس ما تتنزلش، محروقه قناه.
لا جوني انت فهمت غلط. ما تتنزلش يا جوني. جوني انت فهمتني غلط. جوني there is only one way. ايه؟ احنا هنضرب تحت الحزام. يا معلم لو عايز ينولك شرف انك تنزل اعلاناتك في اجمد قناه في وجه هيبلي وفي الميدل ايست سون ان شاء الله، يبقى ما تتكلمش معايا في الفلوس، ما تناقشنيش فيها، اللي بقول لك عليه اسمعه وخلاص. ما بتناقش في الفلوس، مات الكلام، مات 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 مات، الله يرحمه، البقاء لله، مات الكلام. ايه ده؟ ايه ده؟ الخط هيقطع، انا ركبت اسانسير، ركبت اسانسير، باي. مش ممكن، هو الناس الجامده يعني لازم تبقى طول الوقت تليفونات عامله كده؟ جوني ما ينفعش، لازم تتهاود معاهم شويه في السعر. اتهاود ليه؟ ليه اتهاود؟ اجمد حد في الميدل ايست ان شاء الله قريب، ليه اتهاود؟ شوف مين؟ مش قادر ارد على حد خلاص. ده هدرس. قول له اي حاجه، قول له اتقلب بيه بتاعه مات. الو؟ ايوه هدرس. لا 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 انا جوني، انا توماس. لا جوني جسكي وقع بيه في الترعه ومات. لا اقول لك بلاش ده حمار، ممكن يقلدني وينتحر، قول له اي حاجه تاني. ايوه لا 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 هو هيكلمك كمان شويه. ايه؟ يا نهار اسود. ايه؟ طب 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 خلاص انا هكلمك كمان شويه. سلام سلام. مستثمر سعودي هيمول قناه الكبير. او ماي جاد. هذا وقد قام الكبير مع الشيخ سامر بن حمد باعاده افتتاح قناه الكبير 1. الو ازيك يا باشا؟ ازيك يا كينج؟ لا ابدا ابدا مفيش حاجه، هو الاسانسير بس مفيش فيه نتورك. تلغي ايه؟ ليه تلغي؟ على فكره انا 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 عامل لك اوفر جامد جدي، هنزل لك لحد 50. الو الو انا سامعك. ايوه انا سامعك انا سامعك، ما تصعبش. ايه؟ قال لك ايه؟ عمل معايا نفس حركه الاسانسير الواطيه. حلق لي. هاي واتس اب اشلي مسيو بيب، عامله ايه؟ نسيتو تمام. ايه كايرو عامله ازاي؟ انت مش متخيل كايرو زحمه زحمه زحمه. اشلي طمنيني، جبت الحاجه؟ حاجه ايه يا عمي؟ راحت سكور، ما تقولها الهدايا، ما احنا عارفين ان راح تجيب هدايا. طيب البضاعه وصلت. ايه جبت الحاجه والبضاعه؟ ده دي محشيه. لا 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 دي ده دي عاديه محشيه قطن. شور شور. هدرس روح جيب بقى الهدايا من بره. طب بالاذن. تعالى هنا، ايه اللي في ظهرك ده؟ او ماي جاد، ده عيب خلقي؟ لا ده حيل. يا حرام. يعني انت جدتك من مامتك عندها نفس التكوين؟ لا انا بس. ايه الهبل ده؟ انتوا ازاي صدقتوه؟ هو في حلب؟ ايه تضحك يا احبل؟ تسرقني انا؟ تسرق الراجل اللي عملك وبنيك؟ الحكايه الحكايه عمرها ما كانت شعر اصفر او لبس كاتشي او انك طول الوقت تقلدني وتعمل. لا لا الحكايه من جوه، عاوز قلدني قلدني جاهد، بس قلدني في الخير في السلام في الوئام. انا بجد مصدوم فيك، امشي من وشي في يوم الدين. هاجرز ويت. ايوه اوعدك لو اتغيرت بجد من جوه الدبدوب ده هيبقى ملكك. اوعدك هتغير. كلام رخيص، كلام رخيص قوي يا هاجرز. انا عايز اشوف حاجه عملي. لحد اليوم ده ما اشوفش وشك تاني. امشي. طب كل سماحتك امشي. يا جماعه احنا عايزين نخلص موضوع المحل ده بسرعه. معاك حق، الفالنتاين كمان اسبوع، لازم نلحق نرص الحاجات دي في المحل عشان الناس تلحق تختارها هداياها. انت جبتي حاجه للبوي فريند بتاعك اسمه ايه؟ توماس فوكس اسمه ايه؟ لوكس. anyway جبتي له ايه؟ عشان هو برج الاسد فجبت له ورد وشوكليت واسد لعبه. ده باين ان هما جوز هبل. نعم لا قصدي توماس وهدرس. باين. تعالي هنا، برج الاسد ازاي؟ انا شفته، ده اخره في الابراج الصيني، برج الجمبري، برج البورس. حرام عليك، ده كل حاجه فيه اسد، شخصيته حركته مشيته ديله. بقول لك ايه، انا بجد يعني نفسيتي تعبت من اللي عملته في هدرس. هو انا قصيت عليه بزياده؟ بص بقى بصراحه يعني احنا كان لازم نسلمه للكبير يمسكه السلك عريان.
هو ماله؟ هو تلاقيه يعني ضحيه بيئته، يعني اتولد في عيله مثلا واطيه، اتعلم حاجات زباله من ابوه، يعني مش بايده. طب خلاص ما دام انت شايف كده روح صالح. معاك حق، وبرضه الحق يمكن يكون مخبي بطوط في كلسونه. هدرس، What a beautiful day. السلام عليكم يا جنب العمد. وعليكم السلام. ها، في حاجة في دماغك معينة ولا تحب تاخد فكرة؟ يعني عايز حاجة على زوجك. طب انت ستايلك ايه؟ اسهال. ايه القرف ده؟ بقول لك ستايلك ايه مش عندك ايه؟ اسهال اسهال جنابك، يعني لو لقى عندك دوس فلافيل اي حاجة تانية. هي مش دي اجزخانة برضك؟ اجزخانة ازاي؟ الاجزخانة العلامة بتاعتها معروفة، تعبان عنده هانج اوفر وبيرجع في حوض او في كاس. فين هنا بقى؟ فين العلامة هنا؟ كل الدباديب دي شايفها اجزخانة ازاي؟ امال المكان ده ايه طيب؟ جفت شوب. عيد الحب، كل سنة وانت طيب. جفت ايه وبتاع ايه؟ وبعدين احنا فين والعيد فين يا بيه؟ يا بني ادم انت، 14/2 ده عيد الحب، يعني كمان كام يوم لازم كل راجل من اهل البلد يجي هنا علشان يشتري هديه، دبدوب، ورد لمراته علشان يعبر ليها عن حبه في عيد الحب. يعني بدل ما ادخل على العلب بشويه فاكهه ولا ادخل على وليه بكيلو لحمه، تدخل لها بدبدوب؟ يا راجل عيب عيب. انا اقول لك نصيحه واحده لوجه الله، اقفل المخروبه دي، انت مش عيل صغير، لا حول ولا قوه الا بالله. كئيب موت. بيوتيفول داي فور ريل. خلاص بقى يا جوني كابني. معلش خلاص، لازم دلوقتي نركز علشان زمان الناس هيخلصوا شغلهم ويجوا على هنا اكيد علشان ياخدوا الدباديب بتاعتهم. سو ويرد سو ويرد. يا ريتنا كنا فتحنا محل كشري. مفيش حد هنا فاهم يعني ايه فالنتاين، واستحاله يفهمه ولا حتى بعد 100 سنه. ليسن جوني، المحل بجد تحفة، بس احنا محتاجين نكثف الدعاية بتاعتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي اقول لي يا كبير، هو ايه الفالنتاين ده؟ هي شوطة في البلد ولا ايه؟ ده عشر حد يسألني عن الزفت ده. الفالنتاين ده تجليع من تجليع الامريكان وبنونا بيه. شوف يا هدي، الفالنتاين ده الناس بتصحى فيه الصبح يلبسوا استغفر الله العظيم ويقعدوا يتمايسوا على بعض طول اليوم ويبعثوا لبعض اس ام اس كلها استغفر الله العظيم، وبعد كده ينزلوا يشتروا بتاع كده استغفر الله العظيم ويلفوه بوه، واخرة الليل يتلموا مع بعض ويعملوا استغفر الله العظيم. واه استغفر الله العظيم. في ايه هدية؟ انت قلقتيني بالمسج اللي انت بعتيها دي دلوق. انا عاوزه اسالك سؤال. تفضلي. ايه الفالنتاين ده؟ طب ومطي صوتك ليه يا هدية؟ احسن استغفر الله العظيم تطلع حاجة حرام ولا حاجة. لا طبعا مش حرام. شش وطي حسك، بلاش فضايح. فضايح ايه بس؟ يا هدية الفالنتاين ده يعني عيد الحب، عيد الحب يا هدية. طب انا فهمتك دي من التلفزيون، بس الكبير قال لي ان هي حاجة استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ايه بس؟ ده يوم بيحتفل بيه الرجل والست حبهم، يعني بيقولوا كلمتين حلوين لبعض، بيتعشوا عشوة حلوة كده يعني. طب انا الكبير عمره ما عمل معايا الحاجات دي. لانك اكيد مش بتحاولي تحسسيه بمشاعرك دي، لازم توصلي له مشاعرك دي بحاجات كتير زي الهديه مثلا. ده انت حتى اسمك هديه. هو لازم الموضوع الهديه ده؟ طب ما ينفعش ندي لبعض فلوس؟ فلوس هي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الكبير جه معاك يا فزاع؟ لا ما جاش، لكن بعتني اجيب له طلقه من المكتب عشان الطلق اللي معاه خلص. طب اطلع، هتلقى الطلقة في الجردة التحتاني. أمر جنابي. ها قولي. بصي يا هدية، الهدية دي بتعبر عن الحب، ومهما تكون الهدية بسيطة بتكون في عيون الرجل والست حاجة كبيرة جدا. ايوه يا ست هدية. بتعمليه عنديك؟ بجيب المنجل. المنجي منجتي؟ انت مش جايلي طالع تجيب طلق؟ ايوه بلا بلا ماخده، قصدي الطلق. الطلق يا ست الناس، الطلق. قال منجا، قال احنا فين والمنجا فين؟ قوم يا تفز. امر جلال. الحمد لله على السلامة يا كبير. الله يسلمك. يلا يا ولي جهزيلي العشاء. امرك يا كبير امرك. انت طرشتي ولا ايه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. امال في ايه؟ اصلي كنت عاوزه اقول لك
حاجة كده. ايه؟ بص لي في عينيا يا كبير. خبر ايه وليه؟ بص لي زين. اها. انت مين مغمطيه سيدي؟ انا بحبك قوي يا كبير. بحبك من كل معاميعي. وما اقدرش استغنى عنيك واصل. يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني. بس انت عارفه اني بستحي يعني. اتضيري شوي. ماشي. يلا يا ابو الخير. حضري لي الوكله ولي. ها ايه اللي حصل؟ ضربني بالبلغه. ايه ده؟ ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. اكيد انت عملت حاجه غلط يا هديه. ان شاء الله عدمك ما عملت حاجه غلط. انا نفذت كل اللي قلتي عليه. امال هو كده ضربك من غير اي تفاهم؟ لا هو قال لي اتدير الاول وبعدين شوحني بالبلغه. اوكي انا فهمت النوع ده من الرجاله. النوع ده بيحب السربرايزز. انا بقى اخليكي تعملي له ليله فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي. معلمك عادي يا معلمك عادي. هتفضحنا يا جسمك. انت عرفتني كيف؟ وانا توه عنك يا معلم. ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتظف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتبعد في البيت كيف النسوان وهتترجس كمان. انا ما جبنيش هنا الا الشديد القوى يا معلم. ليه؟ مرتك بوزها شبرينك في البومه وقاعده قرفاك في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتاين ده؟ ايوه. لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني انا كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا. قلت اخدها من قصيرها واندل اجيب الهديه واطاطي للريح. صح يا معلم. ربنا يكفيك شر كده الناس. امين يا رب العالمين. يا دي زوير لا انا شفتك ولا انت شفتني. سامح يا جد؟ عيب عيب يا معلم. سرك كبير يا معلم. جعيدي جسمك جسمك جسمك. السلام عليكم. ايه ده فزاعه؟ ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزرطيه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك يا ست شلي عاوزه اجيب هديه. دي للجير فريند بتاعتك صاحبتك يعني؟ لا يا لسه ما بقيتش جيرلي فريند. اللي انا ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت برافو عليك يا فزده. دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجه؟ لا اختاريه وانت سيده الاختيار الاولى. نجل لي انت حاجه وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عامله زيك كده هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجه تانية؟ ما خبرش اصلا انا ما اعرفش عليها حاجات كتير يعني. لما هي عامله زيك كده. طيب انا هحاول اظبط لك حاجه على ذوقي. تحب نلفها؟ لا تلفي ايه؟ هقول لك دي كيف النسمه. ما تشربش مخدرات. مخدرات؟ انا قصدي الفها لك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحب معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزاع دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. السلام عليكم. احنا كده تقريبا خلصنا. بص هدايا زي ما اتفقنا عشان رومانسي كلمتين حلوين طلعي له هديه وانت بتقولي له ان very romantic way happy valentine. سوري بيبي. كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه في حياتي. ولو ما تاثرش برضو اطلبي الطلاق على طول. تفي من خشمك طلاق ايه اللي قولي لي يا اشلي. تفتكري الحاجات دي هتجيب نتيجه معاه؟ الحاجات دي بتجيب نتيجه مع اي راجل اصلا. بس انت كده ما تبقيش مقفله. فتحي فتحي. life is beautiful girl. اوكي ماشي. Perfect. Let's go.
تاكلوش الاكل كله مره واحده لا ينمني. واحده واحده، المهم يعجب فايده بس. ما تقلقيش، جود لك يو تو. اوه ايه لا ده انا بس نسيت الموبايل بتاعي. بخ انت فزان، بتعمل ايه هنا في اوضتي؟ لا 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 لا، كل عام وانت طيب يا ست الناس. هابي فالنتاين دي. سو مين اللي قال ان الحريم هتحب المفاجآت؟ مش انت؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ بصراحه كده يا ست شلي انتش غريبه، انت من يوم ما طليتي على البلد كيف البدر في السماء، ولا حالي بقي غير الحال. احنا مش الليل ولا النهار. Are you okay؟ انت سخن ولا حاجة؟ لا يا ست الناس، دي صورتك اتفحرت في قلبي، ما عاد فارقش خيالي، دايما صورتك قدامي وانا باكل وانا بشرب وانا بزرع وانا بقلع وانا بلعب التليفون، صورتك دايما قدامي يا ست الناس. انا ست شلي. انت ايه انجز؟ انا بحبك بحبك ست شلي بحبك. Oh my god فزاع، انت فاجئتني، ده اليوم اللي كنت بحلم انه ما يجيش. بص يا فزاع، انا مش عايز اجرح مشاعرك بس I got a boyfriend in America. What؟ انا مرتبطه. مرتبطه كيف يعني؟ متجوزه؟ لا مش متزوجه يعني، بس يعني انا بحب واحد في امريكا. بص ده لوكس. ده لوكس من غير خلاجات. لو عاد حب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لساه بريء تحكم ظلمي كيف بريء، وتفوق قلبي لحاله غريق في التيار. اتحملت معك فوق طاقتي، كان إخلاصي هو خطيتي، كان إحساسي إنك مش ليا صدمة حقيقي تقيلة عليا، كان إحساسي بغدرك بيا كله مهرار. لو حبيتني كنت تضحي، كنت ما تجرحنيش في عواطفي، كنت ما رحمتني لحظة ضعفي، كنت وقفت معايا بصفي وأنا بلها. ويا كبير قالي ساعة بنده عليك يا جلوس الطين، كنت عم تحلم ولا ايه؟ ايه كبير بنهار. تنهار؟ تنهار؟ فين ستك هديه؟ يا كبير اخفي جوا اخفي جوا، وانت اخفي من وجهي يا كئيب، وابقى عني دي حكاية. ايه يا ولي مخبل اللي انت لابساه ده؟ في رجالة معنا في الدوار. ما فيش غيرنا في الدوار يا كبير. ما الواد فزاع كان هنا دلوة؟ ما هو غرفة داهية يا كبير، نفض له عادة وركز معاي. أنا محضرة لك مفاجأة. باه، طب إيه قول لك عادي إن أنا كمان محضر لك مفاجأة. طب قول أنت الأول. لا قول أنت الأول. تعدمني اللي أنت قايل. ما تضايقيش خلق مالي يا ولية، لا أسفخ الكف أفلقك نصين. طب تعال نخش الأوضة. المفاجأة في الأوضة؟ أيوة، بس غمض عينيك الأول. حريقة ده أنا كنت محضرة لك ليلة ولا ألف ليلة، وكنت جايبة لك هدية وعملت لك عشوة عشان تعرف قدي أنا بحبك، بس كله راح، الهدية اتحرقت والأوضة ولعت والأحمر باظ. خلاص يا هدية ما تبكيش بس يا بنت، قولي خلاص عاد خلاص. هيدا ماشي بنتي هدية، ما عزاش تعرف المفاجأة بتاعتي ايه؟ ايه قلت لك لعبة البوكس الجديدة. انا مش مصدقة يا كبير، دي عشان البلنطين؟ لا دي عشانك انت. ربنا يخليك لي يا كبير، الهي ما يحرمني من دخلتك علي، مش هتسمعني حاجة حلوة عاد. والله انا ما جهزتش بس عشان خاطرك انت والله. ايه يا كبير انت حتغني؟
بقول لك قول لي كلام حلو. وانا اقول لك اه، بس ديري وشك الناحيه الثانيه عشان بس تحكي. ماشي، حتضرب؟ لا. بحبك يا بقره. انا حموت يا توماس. لا ريلي هموت، احنا بنعمل في نفسينا كده ليه؟ خلصت؟ لا لسه ناقص لي 4 مجموعات بايسبس ومجموعتين تراي وهرجع امشي تاني. لا يا جوني مش هينفع، احنا لازم ننزل دلوقتي، عندنا مشوار كتير جدا. لا دلوقتي ايه مش هينفع، النهارده انساه خالص. جوني انت بقالك 3 ايام قاعد في البيت، انت اخر مره نزلت كان هنا في الجنينه عشان تاخد تان. وهي الشمس يومك هتتفوت يا توماس، اتليست مش حر زي النهارده وفرهده. طب خلاص نستحمل الكام مشوار دول، واوعدك من بكره هناخد 3 ايام اجازه. ما توهمتش، ما اشعرتش، ما هزتنيش ذره. بس اني واي اشتغل هطلع معاك، عايزه تشيك الفيسبوك بس الاول، هات اللابتوب كده. الخاين الجبان. مالك يا اشلي، في ايه؟ لوكاس بيخوني. طب ما عادي، قصدي اقول يعني ايه اللي خلاكي متاكده انه بيخونك يعني؟ انا اصلا من الصبح وانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. تخيل النهارده الصبح لقيته بعت لي مسج بيقول لي فيها خلينا اخوات بقى وانا بحبك زي اختي و... لا 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 ده كان بعت رساله حب، ودي مش عوايده. واللي اكد لي كمان بقى اني دخلت على الفيسبوك لقيت لقيت صوره بقى على الوول بقى ماسك بنتين حلوين هات شيكس وبوجي نايت وعاملين بوزات. لا لا دخلت على البرج بتاعي لقيته بيقول لي الخيانه تترك بابك من الحبيب. يا سلام. طب لعلمك بقى الناس اللي ما بتثقش في حكايه الابراج دول ناس سوري جهله، لان انت لو دخلت على برجك كل يوم هتلاقيه بيقول لك فعلا اللي بيحصل لك. ايه ده بجد؟ طب انا ايه؟ انت الدلو صح؟ اوكي بص يا سيدي، من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. ها اللي هو ايه ده؟ اللي هي ايه دي؟ دهري من هنا لحد الاسبوع جاي، انسى. جوني انا لو اعرف اعمل مشاويري دي لوحدي كنت رحت عملتها، بس للاسف انت لازم تكون موجود معايا. ربنا يكفيك شر الطريق ويكفيك شر المداري ويحبك فيك خلقه. مع السلامه يا كبير. الله يسلمك، ابعت لك الواد فزاع بالحاجه. ماشي. ايه ده كبير، انت نازل؟ لا طالع، طالع يا كوميدي. طب هتنزل ازاي وانت دلو؟ دلو ايه يا جزمه انت؟ اتجننتي ولا ايه؟ مش انت برجك زي برج جوني؟ انت عارف برجك النهارده بيقول ايه؟ من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. سوء الحظ ينتظرني بالخارج؟ لو قليل تنطين الطين. تعال يا سوء الحظ، تعال يا مخاطر. كده ولا نداري كده ولا داري كده ولا ندى ليه بنداري واحنا نداري وهو ايه يا كبير؟ كانت بتمطر بره ولا ايه؟ الفرفور ده وتصدق في الخرافات؟ بيتك لبت سنينك. ايه اللي بلك كده يا كبير؟ حد زباله كب علي مي وسخه. يلا قوام حضري لي خلقات نظيفه حق مع وقت. يلا
حلال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال يا ليل يا عين يا ربي يا عالم بالحال يهد حبيبي وتسبح عاد يا ربي يا عالم بالحال يهدي حبيبي ويصبح عارف. صباح الخير يا أسر. صباح الخير. جلعت. جلعت. الكبير. ايه يا كبير؟ هي بتمطر عليك لوحدك ولا ايه؟ يا شندلتي. انت برضك بليت نفسك تاني يا كبير. طب اطلع اطلع عم اغير لك. وه. حظك اليوم احترس الخيانة تأتي من بيتك احترس برضك الطعنة تأتي من أقرب الناس إليك يا أولاد الفرق يا كبير بتقول ليه الودي ما نقولش حاجه امال ايه الصندوق ده صندوق ده تضربه بتاع ست اشلي فيه الصندوق ده يا اشرف وليش عرفني يا كبير لقيت له حاجه المحطه القصر جبتهم له وين الفلوس اللي اديتها له دي فلوس شفتك بتدي له فلوس ايوه 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 دقشين كنت مزنوق فيهم خدتهم منه بردهم له الكلام ده ما يعمرش دماغي واصل صدقني يا كبير تعرف يا اشرف لو كنت بتكذب أنا أمسكك السلك العمومي يا ريان أنا شامم ريحة حاجة بيطبخوها من وراي وموضوع الأبراج ده صح ولي أنا ما فاهم شيء الناس دي بتدبر لي إيه من وراي عاوزين مني إيه ما في شغل البت هدية اللي هتجيب قرار الموضوع ده يا هدية في حاجة يا كبير هتعمل إيه يا بت أصل السكاكين كلها تلمت فقلت أما سنهم أحضر لك الغداء عملت لك الوكل اللي بتحبه المفتيك مفتيك لا لا
ما عدتش اكل المفتيك، انا بديت نباتي، ما اكلت غير السوسيس. المكائد تدبر من حولك، تبعينا مرار طافح. لا تثق في أحد غير نفسك. قتلت مين الولية دي؟ جوزها يا سيدي، جوزها.